يا ابن الحلال قل لي، انت لك في الامور الشينه ولا مالك؟ انا عندي خويي اختفى داخل دولتكم ولا ادري عنه، ودخلته جوا وقفلت عليه وصار يطق الباب، افتح يا كلب افتح. قبل ما يبدأ المقطع، رابط قناتي الثانية موجود تحت في الديسكريبشن، انزل تحت واشترك فيها قبل ما يبدأ المقطع. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. يا أخي الله يسعدكم سعادة ما بعدها سعادة، ويالله يا رب الجبال الراسية والعباد العاصية والقلوب القاسية، إنه يسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الأرض. يا أخي الله يسعدكم يا جماعة الخير، شكرا والله العظيم على الدعم اللي قاعدين تسوونه، وشكرا على ضغطكم زر اللايك والاشتراك في القناة بالشكل المهول في الفترة الأخيرة هذه. الله يسعدكم سعادة ما بعدها سعادة. عشان كذا يا جماعة الخير اليوم جبت لكم قصة، أنا مستعد إني أراهن على هذه القصة إنها من أفضل 5 قصص قد رويتها في القناة، قصة من الرتم الثقيل مرة، قصة عادي في يوم من الأيام تشوفها في أحد الأفلام. عشان كذا حبيبي وعزيز المتابع لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، ويلا خل نبدأ في قصة اليوم. مثل ما أنتوا عارفين يا جماعة الخير القصص تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم ترجع لشخص اسمه علي. يقول علي القصة هذه بدت معاي من صف الثالث ثانوي، ويقول برضه المرحلة اللي قبل الثالث ثانوي ما كنت أعدها مرحلة حياة نهائيا، لأن تغيرت حياتي في صف الثالث ثانوي، الحياة مختلفة نهائيا. يقول علي في يوم من الأيام كنت أدرس في أحد المدارس اللي كانت قريبة من عند بيتنا، جاني أبوي قال لي يا علي اسمع، ترى احنا راح ننقلك المدرسة الثانية بسبب ان احنا كلنا راح ننقل بيتنا من المنطقة هذه لمنطقة ثانية. الصدق لا أخفيكم في البداية زعلت، قال لي أبوي هذا الخبر، قلت يا يبا تكفى المدرسة هذه متعود على أخوياي فيها وما أبغى أترك أخوياي، والشي ذا تكفى يا يبا يضايقني. قال لي أبوي اسمع، أنا ما أقدر لأنهم انقلوني يا علي من المنطقة اللي إحنا فيها المنطقة ثانية وبنروح كلنا. قلت له خلاص يا يبا أبه اللي تبيه أنا معك. وصدق يا جماعة الخير انتقلنا المنطقة ثانية وعشنا فيها أنا وأسرتي. يقول علي برضو أسرتنا مكونة من ولدين وثلاث بنات، وأبوي كان في جهة عسكرية وأمي كانت معلمة، أمي جابت نقل للمنطقة اللي انقلها أبوي ونقل كلنا سوا. المهم يا جماعة الخير درست في صف الثالث ثانوي في أحد المدارس اللي كانت قريبة من عند بيتنا في المنطقة الجديدة. مثل ما انتم عارفين منطقة جديدة يا أخي، ما تعرف من اللي ساكن فيها وما تعرف وش وضع المدرسة، شيء جديد عليك. المهم درست يا جماعة الخير في صف الثالث ثانوي هناك. طبعا أول ما دخلت المدرسة ومن حسن حظي إن جانا مدرس الرياضيات وبرضه هو نفسه رائد الفصل، قال يا طلاب عندنا دوري مدارس ونبغى نسوي دوري داخلي داخل المدرسة بين صف الثالث ثانوي، ونشوف أفضل الطلاب وناخذهم لدوري المدارس ونصير ننافس بين المنطقة هذه والمنطقة الأخرى، نبغى نسوي دوري بينكم. صدق يا جماعة الخير ضبطنا المدرس وشرالنا يا جماعة الخير طقم موحد لكرة القدم، وبدأ دوري المدارس هذا داخل المدرسة، وصرنا يا جماعة الخير نلعب في هذا الدوري وكان فريقنا قوي مرة. تخيلوا يعني توني جديد داخل المدرسة على طول بدأ الدوري ولعبت معهم، هذا الشيء يا جماعة الخير صنع علاقات بيني وبين الطلاب الموجودين. المهم لعبنا الدوري يا جماعة الخير حق فصول الثالث ثانوي، وفصلنا فاز فيها وكنت أنا هداف الدوري. هذا الشيء خلى علاقتي في المدرسة تنتشر بشكل سريع وتعرف على ناس أكثر، وتعرفت على هذا وتعرفت على هذا وتعرفت على هذا، ولكن كانت أقوى علاقة بيني وبين شخص اسمه رائد. رائد هذا يا جماعة الخير كان يلعب معاي في نفس الفصل، والولد لعيب مرة، فكان دائما يصنع لي الأهداف وأنا أسجل، هو بس يصنع وأنا أسجل وأنا على هذه الحالة، عشان كذا كانت علاقتي بيني وبينه قوية. المهم يا جماعة الخير خلصنا دوري المدارس بعدها بأسبوعين إلا جانا رائد الفصل من جديد وقالوا إنه مختار علي اللي هو انا واختاروا رائد خويي في دوري المدرسه، يعني احنا الاثنين راح نمثل المدرسه ضد المدارس الثانيه. الصدق بيني وبينكم والله العظيم اني فرحت الرائد صار معاي. المهم صرنا ندرب مع نجوم المدرسه الموجودين عندنا. طبعا اذا قلت لكم نجوم المدرسه الموجودين في الصف الثالث ثانوي اعرف انهم افضل لعيبه اللي اختاروهم المرحله هذه، لانهم راح يمثلون اسم المدرسه بالكامل. صرنا ندرب يا جماعه الخير في الفتره المسائيه، يعني على الساعه كذا 6 المغرب نجتمع في المدرسه ويجي مدرس البدنيه ويصير يعطينا الكوره ويوزع ويعلمنا تكتيكات. المهم يا جماعة الخير لعبنا في دوري المدارس هذا وشدينا حيلنا فيه بشكل قوي، ولكن سبحان الله ربي ما كتب لنا الفوز ويلقب دوري المدارس، فأخذنا يا جماعة الخير المركز الثاني في هذا الدوري. ولكن الشيء هذا نشر اسمي داخل المدرسة وداخل المنطقة اللي احنا فيها، صرت اتعرف على الناس بشكل سريع. المهم يا جماعة الخير خلصت مرحلة الثالث ثانوي وانا علاقتي انا ورايد علاقة قوية مرة، صار يمرني وامره ونطلع سوا ونروح سوا وعلى هذه الحالة. المهم في يوم من الايام ابوي
وجاني وانا جالس في غرفتي يا جماعة الخير. قال لي اسمع يا علي، انت الان مقبل على مرحلة جامعية، والمرحلة الجامعية لازم تكون عندك اللغة الانجليزية ممتازة مرة، فودي انك يا تدخل معهد او نطلعك احد الدول وتصير تدرس عندهم اللغة الانجليزية، ودخلك في احد المعاهد شهر شهرين الى 4 شهور الا الانجليزي عندك ممتاز. قلت والله يبا الفكرة ممتازة، وبالعكس انا اصلا ودي ادرس، ودي اتعلم اللغة الانجليزية بشكل كويس، واللي تبغاه يا يبا ابد يصير. قال لي ابوي طيب تبغى اسجلك في احد المعاهد اللي عندنا ولا تدرس برا؟ قلت لا والله يبا ودي ادرس برا. والموضوع بيني وبينكم يا جماعة الخير دخل راسي لدرجة وافقت على الموضوع بدون ما افكر. قال لي ابوي خلاص خلال 5 ايام هذه راح ارد لك الخبر الاكيد وعلمك متى رحلتك راح تكون، ولكن ها ابغاك تشد حيلك يا علي. قلت له ابشر يا يبا ولا تشيل هم. صدق يا جماعة الخير واطلع من بيتنا ذاك اليوم وتوجه الرايد. اول ما قابلت رايد قلت له رايد بقول لك شيء والله ممكن ما تصدقه. قال وشو؟ قلت له تدري ان ابوي بيطلعني برا الدولة اللي انا فيها عشان ادرس انجليزي؟ قال له رايد يقول لي صادق من جدك يا علي؟ اما بتروح برا وتدرس؟ قلت له اي والله اني بدرس. قول له رايد يقول لي تكفى يا علي ابغاك تصور لي في كل مكان تروح له، ابغى اشوف الدول اللي برا كيف يعيشون وكيف حياتهم. قلت له ابشر ولا تشيل هم، باذن الله اني باخذ الكاميرا حقت اختي اللي هي يا جماعه الخير كاميرا كانون القديمه. قلت له اني باخذ هذه الكاميرا وباذن الله بصور لك كل شيء يصير هناك. قال لي والله اني طالبك تكفى صور لي كل شيء تشوفه. قلت له ابد ابشر بي. صدق يا جماعه الخير بعد مرور 5 ايام اللي ابوي جاني وقال لي، قال اسمع علي ترى لقيت لك دوله راح تروح لها واللي هي امريكا، وراح تدرس في احد الولايات هناك، ولكن ترى ذيك الولايه بارده مره، باردة 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 مرة بشكل انت ما تتوقع، يعني في الشتاء درجة حرارة عادي تكون -10. الصدق تحمست اول ما قال لي ابوي الموضوع هذا. قلت له ابد ايوه تم. قال لي بس ها ابغاك تنتبه ترى راح يودونك مع مجموعة طلاب ما يقارب 10، وراح تدرسون في الولاية هذيك في احد المعاهد عندهم، والمشرفين بيقعدون عندكم 2 اسبوع وبعدها بيرجعون ويخلونكم تكملون دراستكم. قلت له ابد ايوه لا تشيل هم، والموضوع عندي ابد لا تشيل هم، مالك الا اللي يبيض وجهك. صدق يا جماعة خير يقول علي جاء اليوم الموعود اللي اجهز فيه اغراضي واجهز ملابسي الشتويه واتوجه المطار الدولي الموجود عندنا في الدوله واطلع فيه لامريكا. اول ما وصلت هناك لحظات اللي استقبلني احد الاشخاص اللي موجودين هناك، وكان حاط لوحه وكاتب عليها اسمي علي، فاشرت له وقلت له هذا انا موجود عندك. قال لي امشي معي وياخذني يا جماعه الخير يوديني احد المكاتب اللي موجوده في المطار، مكتب يسجلون فيه معلوماتك منها منطقه السكن والناس اللي انت تعرفهم برضو في نفس الولايه او في نفس الدوله واسمك وكل شيء يخص معلوماتك. بعد يعطيك بطاقة، والبطاقة هذه برضو تكون مسجلة فيها منطقة السكن الخاصة فيك واسمك والرقم داخل الولايات المتحدة، واتوقع ان اسمه الرقم الموحد او زي كذا، رقم يخص الزوار اللي يدخلون الولايات المتحدة، فاول ما يدخل اي جهة امنية تطلع معلوماتك عنده. المهم يا جماعة الخير ويوصلني السواق هذا لين السكن حقنا. يقول علي لاحظت يا جماعة الخير ان السكن حقي فيه 3 اشخاص عايشين معاي وانا رابعهم. قالوا لي كل 2 راح يكونون في غرفة، علي وسالم في غرفة والشخصين الثانيين في غرفة ثانية. يقول علي هذا سالم هو الروميت حقي، فتعرفت عليه من كثر ما نجلس سوا داخل الغرفة حقتنا، وعندنا صالة بسيطة ودورة مياه الله يكرمكم وحده. المهم يا جماعة الخير صرت اروح للمعهد حقي وارجع، وصرت برضو اتعلم اللغة الانجليزية بالتدريج. لا اخفيكم والله العظيم استفدت فايدة، وفايدة كبيرة مرة، انك صدق تكون في منطقة تتكلم اللغة الانجليزية وتمارسها بشكل دائم، ولكن ما يخرب علي الا الناس اللي اقابلهم يتكلمون معي بنفس لغتي. ولكن يقول علي انا كنت حاط عندي نظام دامني انا مسافر عشان اتعلم رجاء لا حد يتكلم معي باللغه العربيه، خلنا نطور لغتنا الانجليزيه هنا ونستفيد منها بشكل اكبر. المهم استمرت حياتي وانا اروح هذا المعهد وارجع. لا اخفيكم والله العظيم اني تعلمت بشكل انتم ما تتوقعونه. المهم يا جماعه خير خلصت الفتره اللي هي 3 شهور فتره المعهد اللي موجوده هناك، وانا الصدق اعجبت بالمكان اللي كنت ساكن فيه وعجبت بالتعليم برا. فسالت سالم ذاك اليوم، المهم سالت سالم وقلت له، قلت له يا سالم انت كم تجلس هنا في امريكا وهل بترجع ولا ما راح ترجع؟ قال لي سالم لا انا بكمل برضه 3 شهور ثانية. قلت له كم المبلغ وكم راح تكلف الفلوس هذه؟ قال لي والله يا علي بتكلفك نفس المبلغ اللي دفعته في البداية، ولكن بدون التذاكر وبدون الامور المخصصة للفيزا والاشياء هذه. قلت له يعني حدود كم؟ يعني ترى بتكلفك كلها كتوتل 13000 او 12000. قلت له خلاص على هذه الحالة ابغى اتصل على ابوي واتأكد هل هو راح يسمح لي اني اكمل عندهم الدراسة او لا. يقول علي صدق يا جماعة خير، واطلع جوالي طيط 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 وادق على ابوي، السلام عليكم كيف حالك
ذلك يبا طيب ان شاء الله. يبا تكفى تكفى يبا، ابغى اقعد 3 شهور ثانية. قال لي ليه يا علي؟ وليه تبغى تقعد 3 شهور؟ قلت له يبا ابغى اتعلم زيادة، والله عجبني الوضع هناك. تكفى يا يبا. الا ابوي يقول لي يا علي تقديم على الجامعات راح يبدا، فودي انك ترجع وتقدم على الجامعات هناك. قلت له يا يبا تكفى، خلي السنة هذه تروح بسلام، بالسنة الجاية اوعدك اني راح اقدم على احد الجامعات اللي انت تبغاها، وبتكون عندي الانجليزية ممتازة، بتعلم اكثر واكثر. قال لي يا ابوي لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص يا علي الله يهديك، بشوف ان شاء الله وبكلم امك واشاورها واعلم. قلت له اوكي يا يبا خلاص تمام. وصدق يا جماعة خير، ورحت قلت لسالم خويي السالفة، قلت له اني اتصلت على امي وابوي وقلت لهم الموضوع، فقال لي ابوي خلاص بشوف واعلم وان شاء الله انه يقبل. شوي اللي سالم يقول لي طيب يا علي كم قلت لاهلك؟ كم قلت لهم التكلفة؟ قلت له قلت لهم ان المبلغ 12000. قال لي سالم بس بيحولوا لك 12000؟ قلت له بس بيحولوا لي 12000. الا سالم يقول لي علي ترى 12000 الدراسة، اكلك كيف راح تاكل؟ مبلغك حق الصرف اليومي منين راح تجيبه؟ خذ منهم مبلغ اكثر، 12000 هذه بس حقة المعهد، خذ منهم 3000 او 4000. صدق يا جماعة الخير اول ما قال لي سالم كذا انا خفت اني اطلب من ابوي زيادة يقول لي اقول خلاص ارجع وما في دراسة ويضيق علي. فقلت لا ما راح اقول لابوي اي شيء وبصير ساكت وانتظر رده الاول. صدق ما مرت يا جماعة الخير لاربع ساعات اللي ابوي يتصل علي، قال لي علي خلاص زين بحول لك الحين 12000 وسدد فيها المكتب ولكن انتبه لنفسك. المهم جيت ابغى اقول له ييبا ابغى فلوس الصرفية، الا ابوي يا جماعة الخير ايش قال لي؟ قال لي والله ترى ما معي الا 12000 ذي، تكفى حافظ على نفسك يا علي وحاول تدرس زين. قلت خلاص ييبا الله يعطيك العافية، والصدق استحيت اني اقول له ولا ابغى اضغط عليه. قلت لسالم سالم انا ابوي راح يعطيني مبلغ 12000 وانا باذن الله بشوف لي اي شيء اسويه واطلع منه فلوس عشان احصل حق اكلي في اليوم. قال لي سالم خلاص ابشر وانا موجود يعني لا يضيق صدرك، ترى معي فلوس وان شاء الله بتكفيني انا وياك، ولكن انا اقول لك عشان لو بعدين تبغى تطلع برا، تبغى تفل، تبغى تتمشى، تبغى تروح الكافيهات وتشوف الناس، لان الموسم الجاي برضو موسم اجازة عندهم وبتصير حرفيا اشياء كثيرة. قلت اوه عذر الموضوع كذا، يعني الثلاث شهور اللي درستها قبل مو نفس الثلاث شهور الثانية؟ قال لي الثلاث شهور الجاية ثلاث شهور مختلفة، عشان كذا اقول لك يبغالك فلوس. قلت له ما عليه ما عليه، اهم شيء الحين ادفع فلوس المعهد وادرس عندهم واصير معاك هنا. قال لي ابد خلاص. صدق يا جماعة خير سالم ما قصر معاي، يعني وفر لي السكن وما خلاني ادفع السكن، هذا الشيء بس يكفيني. المهم رحت دفعت لهم الفلوس. بعد ما دفعت لهم الفلوس صدق انا بديت انحرج من سالم، اذا دخلت الشقة يدي فاضية وكل المؤونة من عنده اهو، او كل الاكل يا جماعة خير بالاخص، وقلت لازم اشوف لي شغلة اسويها وارد الفضل اللي سواه لي سالم. في يوم من الايام واحنا قاعدين في الصالة مشغلين التلفزيون، فقلت لسالم سالم يا اخي بسألك سؤال، هل هنا في شغلة اقدر اسويها تطلع فلوس؟ قال لي شغلة اسمع، في كثير من الطلاب ايش يسوون يا علي؟ يروحون الله يسلمك ويطلعون لهم رخصة مخصصة للقيادة، بعدها يروحون يشتغلون في احد تطبيقات التوصيل اللي موجودة عندهم مثل اوبر وبولت والتطبيقات هذه. قلت له طيب وش وضع السيارة وش وضع الرخصة؟ اقدر اطلع رخصة انا الحين عمري 19؟ قال لي ايه رخصة تقدر تطلع هنا، بس انت تعرف تسوق او لا؟ قلت له إيه والله اني اعرف اسوق وكنت اسوق اول. قال لي خلاص زين قدم على الرخصة ترى مبلغها رمزي، واذا تبغى تشتغل ترى سيارتي تحت. قلت له عادي تعطيني سيارتك؟ قال لي ما عندي مشكلة. قلت له انت بكم شاري سيارتك؟ قال لا انا ما شريت السيارة هذه، انا بعلمك نظامنا يا علي. نظامنا احنا كأسرتنا اخوي الاكبر مني واخوي الاكبر منا والاخوي الاكبر منه كلنا درسنا في امريكا، فانا بدرس السنة هذه اخذ لغة وبعدها ادخل احد الجامعات اللي موجودة هنا. قلت له طيب وسالفة السيارة؟ قال سالفة السيارة هذه تخيل انها كانت مع اخوي الكبير مرة، فاحنا اصلا قاعدين نتوارثها في الدولة هذه. قلت له يا ساتر من زمان السيارة ذي معكم، فعادي تعطيني اياها ما في اي مشكلة؟ قال لي ابد يا علي انت رجال ما منك خوف، واذا تبيها خذها ما عندك مشكله. قلت له خلاص والله يعطيك العافيه وباذن الله اني بعطيك من المقسوم اللي اخذه من التطبيقات التوصيل. وصدق يا جماعه الخير رحت قدمت على الحصول على الرخصه اللي موجوده في امريكا. يقول المهم رحت لاختبارات الرخصة وكنت اتذكرها، وكان خويي يقول لي اسمع يا علي من اول ما تركب على المرتبة حقة السيارة اربط الحزام ووزن المرتبة كويس، وبعدها امسك الدركسون بيدك الثنتين، ترى لو تمسك الدركسون بيد واحدة ترى راح يرسبونك. قلت لذا الدرجة حريصين على الاشياء هذه؟ اللي يقول لي والله ترى مرة حريصين ومهتمين في التفاصيل هذه. صدق يا جماعة الخير واروح اختبر اختبار القيادة واحصل على رخصة القيادة في الولايات المتحدة وبالتحديد داخل ولايتي انا. اول ما اخذت الرخصة
رحت سجلت في تطبيقات التوصيل وصرت يا جماعة الخير أوصل الناس من المنطقة هذه للمنطقة الثانية. وبيني وبينكم بعض الأحيان أحد الطلبات أخذ معي 2 و3، يعني تخيل إن هذا يطلب ركبة معي والشخص الثاني يطلب ركبة معي في نفس المشوار، إذ يعني كنت أطلع فلوس منه ومنه. وبرضه إذا الشخص طلب إنه هو يركب الحالة أخليه يدفع مبلغ أغلى من المعتاد. المهم صرت أشتغل في هذه الشغلة وصدق صارت تجيب لي فلوس، وصرت أعطي يا جماعة الخير سالم خويي فلوس اللي هي فلوس الأكل اللي يجيبه بشكل معتاد، وكنت أهتم في سيارته اهتمام مو طبيعي لأن الرجال ما قصر معي نهائيا. المهم بعد ما مر على شغلي هذا ما يقارب 1.5 شهر وأنا أوصل هذا منه وهذا منه، وصرت أجمع مبالغ والله كبيرة. يوم من الأيام يا جماعة الخير مريت من عند أحد نقاط التفتيش اللي كانوا حاطينها عندهم، مريت للعسكري كان على اليسار وكنت مبسوط في ذاك اليوم. نزلت يا جماعة الخير الشباك من جنبه، قال لي خلاص يعني امش تفضل شوي. أنا ما أدري وش قردني وقلت له يا أخي ما تبي الرخصة؟ العسكري ناظر فيني قال لي وقف وقف على جنب، وقف يا جماعة الخير سيارتي على جنب. الصدق ندمت اني قلت له تبي الرخصة او لا، كنت ابغى علمه يعني ان معي رخصة موجودة عنده وابغى اتفخر فيها قدامه، لان صدق من اول ما طلعت الرخصة ما وقفتني ولا دورية عندهم. للعسكري جاني كذا وقاعد يناظر فيني قال لي، طبعا كلامه كله قاعد يتكلم معي بالانجليزي بس معنى كلامه قاعد يقول لي انت تعرف وش قاعد تقول وهل انت في حالة طبيعية او لا، واتوقع انك شارب احد المواد المسكرة. يقول عري صرت اقول له يا ابن الحلال والله اني ما شربت شيء ولا لي فيها. لحظات جماعة خير لجابوا جهاز وقال لي انفخ فيه، وصير انفخ فيه صار هذا الجهاز مخصص لتحليل مستوى الكحول داخل الجسم يعرف اذا انت سكران او لا. قال لي لا والله الحالة طبيعية. قال لي اقعد على جنب فاكيد انك شخص انت مو بصاحي. قال للعساكر فتشوا السيارة حقته. صدق جماعة خير جاء عسكريين يفتشون السيارة ويقلبون في المراتب ويفتحون الشنطة. لحظات الا في احد من العساكر اللي كان يفتش سيارتي جاء عند ضابط الشرطة ذا وقرب من عند اذنه وقال له شيء ولكن ما ادري وشه. لحظات جماعة خير لضابط الشرطة يمسكني ويلف يدي ويصقع صدري في الصدام اللي ورا حق السيارة ويربط الكلبشات ترقق ترقق، ويعطيني واحد العساكر قال دخلوا القسم. صدق يا جماعة الخير حطوني في القسم المؤقت هذا اللي فيه التفتيش وانا ما ادري وش السالفة لحد الان وما ادري وش الموضوع وش يبغى مني. المهم يا جماعة الخير انتظرت في القسم المؤقت اللي حطوني فيه، واللي بعد ما يخلصون نقطة التفتيش حقتهم راح ياخذوني ودوني للقسم الأساسي حقهم. لحظات يا جماعة الخير اللي دخل علي ضابط الشرطة، سلام عليكم. عليكم السلام، انت علي؟ قلت له نعم انا علي. قال علي بضنا عليك ومعاك احد المواد الممنوعة وممنوع تداولها في الدولة حقتنا، وراح نوديك الآن للقسم الأساسي أو مركز الشرطة الأساسي وراح يكتبون هذا الشيء في تهمتك وراح تتعرض للسجن. قلت له يا ولد يا حضرة الضابط أقسم بالله العظيم ما لي دخل وإني ما أدري هذه كيف جت عندي. طبعا كلامي هذا كله قاعد أتكلم معاه بالإنجليزي وكلامي شوي مكسر ويفهم مني شوي وفي أشياء ما يفهمها شوي، اللي يقول لي كيف مالك دخل وهذه الأغراض حصلناها في سيارتك واتوقع انك كنت متعاطي احد الاشياء اللي موجودة فيها، وبعدين ليه تستهبل علي وتقول لي تبغى الرخصة ولا لا؟ قلت له والله العظيم يا حضرة الضابط في الوقت اللي ما يكون معي فيه رخصة كل ضباط الدولة حرفيا يوقفوني ويطلبون مني الرخصة، يوم جت معي الرخصة ما حد وقفني نهائيا، عشان كذا انا قلت لك يا اخي ما تبي الرخصة، فانا كنت بس ابغى اوريك معي رخصة. اما المخدرات اللي معي والله ما ادري من وين جتني. قال لي اسمع انت سالفتك سالفة ولكن انا ماسك موضوعك بالكامل، بعد ما ننهي نقطة التفتيش هذه ونروح للمركز الأساسي أبغاك تعلمني كل شيء عندك. طلع يا جماعة الخير الضابط من عندي. بيني وبينكم انطباع الضابط عني وجهي كان باين إني بريء وما لي دخل في الموضوع، وأنا صدق ما لي دخل فيه. مستحيل إن في شخص معاه بلا يروح يقول للضابط ما تبي الرخصة حقت القيادة، فأكيد إنه راح يمشي ويحمد ربه إنهم مشوه. يقول علي المهم لحظات إلا مر الوقت بسرعة ودخل علينا الضابط وكان ماسك 2 ودخلهم معاي الحبس البسيط هذا. بعده قال للعساكر خذوهم كلهم ودوهم للقسم الأساسي لين أجيكم. وصدق يا جماعة الخير جو عساكر الشرطة وخذوني يا جماعة الخير العساكر وصدق ودوني لقسم الشرطة الكبير اللي موجود داخل الدولة وبالتحديد داخل ولايتنا. أول ما وصلنا هناك وفتحوا باب السيارة ونزلونا خلونا في غرفة نفس غرفة الانتظار ولكن الباب مقفل فيها، فيها كراسي نقعد وما أدري وش راح يصير بعدها. المهم يقول علي لحظات كذا أبو نص ساعة 40 دقيقة إلا الضابط يا جماعة الخير رجع للقسم الرئيسي هذا وفتح الباب وصار يناظر في الناس
الموجودين، فقال للثنين اللي مسكهم آخر مرة تعالوا أبغاكم شوي. يقول علي أنا قلت له يكون نساني الرجال، قلت له أنا حضرت الضابط طيب إيش راح تسوي معي؟ قال لي أنت خليك شوي شوي وبجيك. المهم خذوا هذولي وطلعهم من عند الباب، فأول ما طلعهم إلا سلمهم يا جماعة الخير العساكر ثانين بيأخذونهم بيودونهم من القسم اللي إحنا فيه. بعدين رجع لي وقال لي تعال يا علي تعال. وجي يا جماعة الخير يمسكني يا جماعة الخير مع يدي ويدخلني لين أحد المكاتب المخصصة له. قال لي اجلس. يوم جلست إلا قاعد يقول لي العسكري اسمع يا علي، أنت ثبتت عليك التهم والمخدرات هذه موجودة جوا سيارتك، ولكن تحركاتك وتصرفاتك اللي قاعد تسويها قاعد تبين إنك أنت شخص بريء ولا لك دخل. قلت له طيب وش الحل؟ وش الطريقة؟ وش راح نسوي؟ قال لي اسمع، قال أنا ما أقدر أفكك نهائيا ولازم أسلمك للنيابة اللي موجودة عندنا وهي تتصرف معاك وتحقق معاك. قلت له ليه؟ وش السبب؟ قال السبب لأني جبت عسكريين وشهدوا إن في مخدرات جوا سيارتك، ولكن بعد ما فكرت فيها في راسي لاحظت إنك شخص يعني مالك دخل. قلت له طيب ما أبغى أنا أتسلم، والله مالي دخل والسيارة مو بلي، سيارة خويي. قال عندك حل واحد، أنت أصلاً عطيتنا البطاقات ونعرف مكان السكن حقك. طبعاً البطاقات حقتهم يا جماعة الخير اللي هي الهوية الأمريكية، يكون فيها موقع السكن اللي ساكن فيه علي بالضبط. قال لي الضابط اسمع علي، بعطيك أسبوعين، إذا ما جبت لي الشخص هذا أنا راح أجيك وأتفاهم معاك وأقبض عليك، وأبغاك تعلمني من الناس اللي تشك فيهم واللي ركبوا سيارة. يقول علي أول ما قال لي العسكري الكلام هذا والضابط، بيني وبينكم يا جماعة الخير ارتحت، وحسيت إن الضابط يعني إنسان محترم وطيب، وبإذن الله إنه يقدر يساعدني ويطلعني من المشكلة هذه. قلت له اسمع حضرة الضابط، أنا أشتغل في تطبيقات التوصيل، ممكن أحد الناس اللي أنا وصلتهم نسى أغراضه هذه داخل السيارة، بحاول أتواصل مع الشركة حقتي أخليهم يعطوني أرقام الزبائن اللي ركبوا معي، بشوف إذا هم ناسين أغراض عندي أو لا، في اللحظة اللي يتواصل معي أحد فيها راح أبلغك مباشرة. المهم الضابط يقول على كل حال هذه الشنطة اللي حصلناها جوا سيارتك، شنطة صغيرة يا جماعة الخير عبارة عن شنطة يد وفيها المواد الممنوعة جوا. وقعدت كذا أتذكر من الشخص اللي ركب معي وكانت معاه شنطة يد ويتنقل فيها من مكان لمكان. تذكرت يا جماعة الخير زبون ركب معي وصلته من سوق إلى سوق ثاني، ما أعرف وين منطقة السكن اللي ساكن فيها. قلت للضابط خلاص عطني رقمك وبإذن الله راح أتفاهم معك. المهم طلعت يا جماعة الخير وعلى طول تواصلت مع الشركة اللي أنا شغال فيها في توصيل الناس، وقلت لهم أبغى أرقام العملاء اللي ركبوا معي. رفضوا يا جماعة الخير الشركة رفض تام إنهم يعطوني أرقامهم، وما أقدر يا جماعة الخير أرسل لهم أو أكلمهم بعد انتهاء طلب التوصيل هذا. وصرت أترجى في موظف الشركة يا ابن الحلال تكفى في واحد ناسي أغراض عندي، قالوا لي خلاص خلي الأغراض عندك وإذا اتصل علينا شخص يسأل عن شنطته راح نوصيه لك. قلت للمهم خلاص زين، وصدق يا جماعة الخير وصير أنتظر الشركة تتصل علي وأنا يدي على قلبي ما أدري وش راح يصير معي، وعندي بس أسبوعين أو 14 يوم، لو ما جاء الشخص هذا حرفيا أنا طحت في مصيبة كبيرة. وصدق يا جماعة الخير ويمر اليوم الأول اليوم الثاني في اليوم الخامس إلا جوالي يرن، وأضغط على الجوال طيط مرحبا اللي هو موظف الشركة. قال لي علي في شخص يقول ناسي شنطة عندك في السيارة ويسأل هي موجودة عندك أو لا. قلت إيه بالله إنها موجودة، خله يجيني في أسرع وقت. وحدد له يا جماعة الخير منطقة السكن اللي أنا ساكن فيها عشان يجيني، ورحت مباشرة واتصلت على ضابط الشرطة وقلت له الموضوع بالكامل. قلت له اسمع تواصلوا معي الشركة وقالوا لي إن في شخص يسأل عن شنطته وبيجي الحين يأخذها منك، أتمنى إنك تجي في أسرع وقت. قال لي الضابط خلاص 5 دقائق إلى 8 دقائق أنا عندك. وصدق يا جماعة الخير جاء الضابط يا جماعة الخير في سيارة الشرطة ولبقها ورا البيت، ودخل عندي البيت وجلس ينتظر الرجال هذا يجيني. طبعا العساكر حقين الشرطة عندهم كاميرا موجودة عندهم على الصدر، لأنها أصلا عبارة عن شركات تجارية مخصصة الأمن عندهم، مطالبين حرفيا بتصوير الفيديو للأحداث اللي قاعدة تصير. في لحظة استلام الشخص هذا للشنطة وفي الكاميرا الفيديو هذه قاعدة تسجل الحدث، هذا الشيء راح يبريني قدام القضاء. لحظات جماعة الخير لجأ الزبون اللي كان راكب معي طق علي الباب وافتح له الباب ابغى اسلمه الشنطه. في اللحظه اللي سلمت له الشنطه الا الضابط يا جماعه الخير طلع على طول في وجهه والكاميرا قاعده تسجل. اول ما شاف الضابط الا الرجال هذا يحط رجله، والضابط يا جماعه الخير يصير يلحق وراه. عاد الضابط شخص متعافي يمكن طوله كذا 1.88 1.89 طويل، يقول يصير يلحق وراه يلحق وراه لين مسكه. اول ما مسكه يا جماعه الخير وركبه في السياره جاني مباشره الضابط عندي وقال لي اسمع علي اسفين على الشيء اللي سويناه لك وشكرا لك انك ساعدتنا عشان نقبض على الشخص الحقيقي اللي يتعاطى المواد الممنوعة هذه. طبعا يا جماعة الخير المواد الممنوعة عندهم لها تصنيفات، في مواد ممنوعة عادي يستخدمونها وفي مواد ممنوعة لا هذه محظورة دوليا. اللي كانت في سيارتي مادة ممنوعة محظورة دوليا، في الشيء هذا خطير مرة، حرفيا لو مسكت فيها بدخل السجن اقل شيء باخذ سنة ونص. المهم يا جماعة الخير انهيت المشكلة هذه بسلام وقلت لسالم الموضوع كامل اللي صار من الى، وقال لي الحمد لله على السلامة وانتبه المرة الثانية يصير
يصير معاك اشياء نفس كذا وانت بتكرر غلطك. قلت له باذن الله. صدق يا جماعه خير استمريت هناك في امريكا اوصل الزباين، صرت اجمع لي مبالغ تكفيني حق قوت يومي. المهم صرت يا جماعه الخير ادرس في المعهد حقي لين خلصت الثلاث شهور الثانيه حقتي. هذه اللحظه رحت سلمت السياره لسالم ورجعت يا جماعه الخير من جديد لدولتي. اول ما رجعت قابلت امي وقابلت ابوي وسلمت عليهم وعلمتهم كل شيء صار هناك. المهم بعد ما جلست عند اهلي شوي وتقهويت معاهم وعلمتهم كل شيء، قلت يا اخي ليه ما اروح وازور خويي رايد، والله من زمان عنه. وصدق يقول علي اخذت السياره حقت ابوي وتوجهت الرايد، طقيت عليه الباب اللي هو طالع لي وسلم عليه، هلا والله رايد كيف حالك طيب امورك زينه، وصار يسالني ويسولف معي ومتى رجعت وش صار معاك، وصرت اعلمه بكل الاشياء اللي صارت معي هناك. ووريته يا جماعه الخير المقاطع اللي صورتها في الدوله اللي رحت لها. اللي يقول لي رايد علي طيب بسالك، قدمت على الجامعات ولا ما قدمت وش صار عليك؟ قلت له والله للحين ما قدمت. قال لي اسمع، تقديم الفصل الدراسي الاول راح عليك، مالك الا تقدم في الفصل الدراسي الثاني، ترى بيفتح بعد 3 أسابيع من الان، انتبه تروح عليك الفرصه. قلت له اجل جزاك الله خير انك علمتني. وصدق يا جماعه الخير بعد مرور 3 أسابيع قدمت على كل التخصصات الموجوده في الجامعات، وقدمت برضو على الكليات العسكريه في جميع الانواع وجميع الجهات الحكوميه، ما بقيت مكان ما قدمت له. وبيني وبينكم في البدايه انا والله ما ابغى اي جهه عسكريه اشتغل فيها لما كان عندي ميول عسكري. المهم يا جماعه الخير مرت الاسابيع بعدها وجت فتره القبول، الفتره المعروفه لكل طلاب العالم اللي اكون او لا اكون، يا مقبول يا مرفوض. انتظرت اليوم الاول اليوم الثاني الثالث، الا يا جماعه الخير تجيني رسائل الرفض من جميع الكليات والجامعات اللي قدمت عليها. سبحان الله انقبلت يا جماعه الخير في العسكريه، الشيء اللي ما كان لي ميول فيها نهائيا. فقلت الحمد لله ورحت بلغت امي وابوي وبلغت برضو خويي رايد. طبعا اذا تخرجت يا جماعه الخير من العسكريه هذه راح اتخرج وانا معلق نجمه يعني ضابط، ولكن الدراسه ما راح تكون الا في السنه الجايه. فجلست الفصل الدراسي الثاني بدون ما اسوي اي شيء وقاعد في بيتنا. بعد ما خلص الفصل الدراسي الثاني واللي هو الفصل الدراسي الثاني وهو اخر فصل لهذه السنه، قال لي رايد اسمع يا علي، وش رايك يا علي نطلع نسافر لنا سفره بسيطه نغير فيها جو، ابو كذا اسبوع او ابو 9 أيام ونرجع. قلت له والله فكره طيبه ابد ما عندك مشكله، ولكن وين الوجهه اللي انت تبغى تروح لها؟ بس قال لي يا جماعه الخير رايد والله ودي اسافر المنطقه كذا تكون بارده وفيها طبيعه وفيها الاشياء هذه. قلت له هي رايد انا والله العظيم ودي اسافر المناطق نفس كذا ابد. تم متى تبغى نروح ومتى برضو تبغى نحجز تذاكر ونمشي فيها للمطار ونسافر؟ قال لي اليوم نخلص كل شيء ولكن كم تقدر تدبر فلوس؟ قلت له والله اقدر ادبر 8,000 9,000 وان شاء الله انها بتكفينا ابو 8 أيام في الدوله اللي تبغى تروح لها. قال رايد خلاص زين. وصدق يا جماعه الخير اتفقنا على احد الدول ان نروح لها في الاجازه الصيفيه هذه، وراح تكون سفرتنا بعد 2 أسبوع من الان. قصينا التذاكر وجهزنا امورنا وجهزنا كل شيء. يقول علي طبعا قبل اليوم حق السفره اجتمعت انا ورايد في بيتنا وقلت له خلينا نجتمع وننام سوا عشان نقوم ونروح مره واحده المطار عشان ما تروح علينا الرحله. قال لي رايد والله ابد هدايه الله ثم شورك، بالعكس افضل وافضل. وصدق يا جماعه الخير نمنا في بيتنا. في اليوم الثاني احنا مجهزين اغراضنا وكل شيء، اخذنا تاكسي وتوجهنا للمطار. نزلنا التاكسي ودخلنا المطار يا جماعه الخير كالمعتاد، وخلصنا اوراقنا وخلصنا سالفه الجوازات والتفتيش وكل شيء. رحنا يا جماعه الخير عند البوابه اللي هي المخصصه لبطائق الطياره والبوردنج، اللي خلاص يضرب البطاقه حقتك بالجهاز عنده وبعده يدخلك للطياره. قبل هذه البوابه في كراسي حقت انتظار الناس تنتظر فيها. يقول علي جلسنا على الكرسي انا ورايد. يقول لحظات الا رايد يناظر فيني، قال لي علي يا اخي بسالك سؤال، انت وش جوك في السفر وش تحب؟ يقول علي قلت له والله انا احب يعني اتمشى واروح الكافيهات واروح للاشياء هذه. شوي الا رايد يقول لي يا غبي ما اقصد ذا الشيء انا. قلت له ايه فهمت وش تقصد. قلت له انا والله احب يا رايد اني اشوف الخضار واحب برضو الاجواء البارده، يا اخي الاكسجين فيها رهيب مره. قال لي يا اخي انت ثور تفهم ولا ما تفهم؟ يا ابن الحلال قل لي انت لك في الامور الشينه ولا مالك؟ قلت له وش تقصد؟ قال انت لك المواد المسكره ولا مالك فيها؟ يقول علي نظرت في رايد. قلت له ايه رايد ركز معاي، تراني مالي دخل في الامور هذه نهائيا ومالي فيها ابد. يقول علي انا قاعد اقولها له وانا كنت مبتسم شوي لاني استغربت هذا الشيء من رايد. الرايد يقول لي تقنعني يا علي مسافر امريكا 6 شهور مدري 7 شهور تقنعني انك ما قد استخدمت المواد المسكره هذه؟ قلت له علي اقسم بالله العظيم مالي فيها، ما هو كل من
راح امريكا رجع داشر. حبيبي تراك فاهم غلط. المهم يا جماعه الخير يقول علي الا رايد بدا يغير الجو يقول امزح معاك. انت اعوذ بالله ما يمزح معاك ابد. انا بس كنت ابغى اشوف عنك انت راعي الامور ذي ولا لا. بس الحمد لله طلعت ما انت راعيها. طبعا من بعد الموقف هذا انا بديت احذر منه وحسيت خوي رايد ما هو طبيعي وممكن ياخذني في مجرى انا ما ابغاه ابد. المهم يا جماعه الخير انتظرنا على الكراسي لين ما نادى المنادي بالنداء الاول للركوب للطياره. المهم رحنا يا جماعه الخير وقصينا البوردينج طيط 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 ودخلنا على الطياره وجلسنا في كراسينا. وانا جالس يا جماعه الخير عند الشباك حق الطياره وجنبي على اليسار مين؟ جنبي على اليسار رايد. اول ما طارت الطياره قاعد اقول الرايد رايد شوف 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 كيف بتطير الطياره وشوف كيف راح نرتفع على الارض. الا رايد يناظر فيني قال لي ايه ايه يعني ما في شيء حرفيا يشد وشو طياره بتطير. قول علي انا استغربت يعني المفروض نكون مستمتعين في هذه السفره وش فيه تغير كذا؟ وش فيه قلب تونا ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ تو الطياره مرتفعه على الارض. المهم يا جماعه الخير طارت الطياره لين ما مرت 8 ساعات واحنا في الجو. نزلنا في الدوله المحدده اللي احنا رايحين لها. نزل يا جماعه الخير اللي هو رايد ونزلت انا معاه وخلصنا امور الفيزا والاشياء هذه في نفس المطار حقهم. بعده احنا طالعين اخذنا تاكسي وكنا حاجزين فندق من قبل وتوجهنا مباشره لهذا الفندق. اول ما دخلت على الريسبشن سلمت عليه مرحبا ومسهلا اسمع حنا حاجزين شقه بالدور 30 في نفس هذا البرج. بحث عن اسمنا قال لي نعم اسمكم موجود خذوا هذه البطاقه حقتكم. وينادي العامل هاي هاي تعال تعال شيل اغراض ومرقها للغرفه. المهم يا جماعه الخير اخذنا شنطتنا ودخلنا للليفت او الاسانسير هذا وضغطنا على دور 30. المهم حصلنا الشقه حقتنا وضربنا البطاقه ودخلنا للشقه حقتنا. عباره عن شقه فيها سريرين منفصله ودوره مياه الله يكرمكم ومطبخ صغير والجو مع الشباك يفتح النفس. المهم كان ذاك الوقت يا جماعه الخير على الساعه 4 العصر او 5 العصر. قلت الرائد وش رايك نطلع ونروح الكافيهات اللي موجوده عندهم تحت؟ عندهم شارع مميز كذا معروف عندهم والناس دائما تتمشى فيه وفي كافيهات وفي مطاعم. خلينا نروح لاحد الكافيهات الموجوده تحت نتقهوى فيها. يقول الرائد قال والله اسمع يا علي والله مالي خلق ولكن يلا يلا تبغى نروح خلاص والله عشانك. قلت له يا رجال وش قعدنا خل نروح. قال يا اخي تونا واصلين وتعبانين. قلت له هي رايد خل نحلب الوقت حلب ما نبغى نفوت اي متعه. قال لي يلا والله عشانك عشانك ابد يلا نروح. صدق يا جماعه الخير ونطلع من الشقه ونتوجه الكافيهات هذه. المهم طلبنا لنا قهوه وقعدنا نتقهوى وروقنا شوي ابو نص ساعه كذا 45 دقيقه طلعنا من الكافي وصرنا نمشي في الشوارع حقت المدينه حقتهم كانت مره تفتح النفس. المهم مر الوقت بعد ما مر 4 ساعات 5 ساعات واحنا قاعدين نتمشى جت الساعه على 8 او 9 الليل. تعشينا يا جماعه الخير ورجعنا للفندق. اول ما رجعنا للفندق الا رايد يا جماعه الخير قال لي اسمع يا علي انا بروح شوي ابو 20 دقيقة وبجيك. قلت له وين بتروح؟ خلني اخويك اخاف يصير لك شيء. قال لا 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 تخاف علي ماني بصغير. قلت له ابد اللي تبغى. طلع يا جماعة الخير علي من الشقة واختفى صدق ابو 15 دقيقة 17 دقيقة اللي هو راجع، ولكن راجع وكان معاه يا جماعة الخير نفس الكيسة، والكيسة هذه فيها أحد المواد المسكرة. نظرت فيه قلت له رايد صحي انت وجايب؟ يا رجال خلني بحطه في الثلاجه. يفتح الثلاجه ويحطه ويقفل الثلاجه. قلت له رايد الله يرحم والديك، رايد اني طالبك، انا قلت لك اني مالي في الامور ذي، تكفى لا تخرب سفرتنا. قال لي يا علي تكفى ذا اليوم بس، والله العظيم اني ما راح اكثر ولا راح حرفيا افقد عقلي، لا تشيل هم. قلت له رايد تفهم انت ولا ما تفهم؟ الاشياء هذه ديننا محرمها، والاشياء هذه تذهب العقل، وما في شيء ديننا حرمه الا وراه مضره، فانتبه يا رايد. قال ابد ابد لا تشيل هم. قلت له صامل؟ قال لي ايه صامل ايش بتسوي؟ قلت له بعلمك ايش بسوي. قال لا تكفى يا خلق. قلت له والله ما اقعد عندك ولا ثانيه، لو تموت والله ما اجلس معك. يقول علي يا جماعه الخير خدت شنطتي وضبطت ملابسي كذا بسرعه واسحب الشنطه طق 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 وافتح باب الشقه وانزل لين الريسبشن. السلام عليكم. عليكم السلام. ابغى لي شقه ثانيه. قالوا لي وش السبب؟ قلت ابغى لي شقه ثانيه، عندكم ولا ما عندكم؟ قالوا ايه عندنا. قلت له كم مبلغها؟ اعطاني يا جماعه الخير سعرها ودفعت له الفلوس واعطاني البطاقه حقت الشقه حقتي. الشقه حقتي قلت لها ابغاها في نفس الدور اللي موجود فيه راي عشان برضو اكون منتبه له واكون قريب لمه. واضرب البطاقه يا جماعه الخير وادخل شقتي وارمي الشنطه وانسدع على السرير. والله اني زعلت زعل كبير على رايد، ما توقعت انه بيخرب سفرتنا على شيء مثل الاشياء هذه، شيء لا يرضي ربي ولا رسوله. وانتم عاد تعرفون مضار يا جماعه الخير الاشياء ذي، مضارها عاليه بشكل كبير مره. يقول علي انسدحت على السرير وانا طفشان واقلب بين تطبيقات السوشيال ميديا، ادخل من تطبيق الى تطبيق الى تطبيق. يقول لحظات دخلت على سناب شات وقعد اقلب في السناب، الا يا جماعه الخير الاحظ ان خويي رايد منزل ستوري في السناب ومصور المواد الممنوعه هذه على الطاوله. انا انهبلت قلت اكيد
انه شرب وذهب عقله حرفيا بالكامل ولا يدري وش قاعد يسوي. فخلني انطلق للان الحق عليه قبل ما يشوفون الستوري حقه. يقول علي مباشره وافتح باب الشقه وانزل للريسبشن اللي تحت او الاستقبال واقول له عطني بطاقه الماستر كي اللي تفتح اي باب موجود في الفندق، وابغاكم تفتحون شقه خويي رايد. اللي يطلع معي العامل يا جماعه الخير لين الدور الثلاثين ويضرب البطاقه وادخل على رايد يا جماعه الخير. الا رايد في حاله يرثى لها، وجهه حرفيا كله طايح، واضح انه واصل مرحله عاليه، واخذ الجوال حقه مباشره. ذيك الايام كان الايفون اللي يفتحه عن طريق بصمه اليد، قول واخذ اصبعه كذا وافتح الجوال وادخل للسناب واشوف الناس اللي شافوا الستوري عشان اعرفهم واكلمهم في الخاص واقول لهم استروا على ما واجهتهم. وارفع يا جماعه الخير واشوف الستوري، الا من شاف الستوري حق رايد وشاف الوسخ اللي كان مصوره رايد. امه يا جماعه الخير شافت الستوري حقه، يقول علي انا قلت يا الله اللهم صبرك يا روح، والله ياهو جاب العيد. المهم اصور صوره على الناس اللي شافوا الستوري واحذف الستوري. في اللحظه اللي حذفت الستوري الا ام رايد اتصال ورا اتصال، وما فكت الجوال ولا عرفت اتصرف في ذاك الوقت. نظرت في رايد ونظرت في الاغراض شوي كذا يعني احس اني مرتبك. خدت رايد يا جماعه الخير ودخلت دوره المياه ودخلته جوا وقفلت عليه، وصار يطق الباب افتح يا كلب افتح. واطلع يا جماعه الخير من الغرفه اللي فيها رايد ولكن مخلي الباب مفتوح بشرط انه ما يتقفل، واروح يا جماعه الخير غرفتي وارد على امه. حطيت اول ما حطيت الجوال في اذني الا ام رايد يا كلب يا حيوان يا اللي فيك وما فيك. يقول صارت ام رايد في حاله غضب عارمه، يقول علي انا الحين وش اسوي في امه وش اقول لها؟ قلت لها مرحبا يا عمه، سمي وش بغيتي؟ قالت لي اسمع وين ولدي رايد؟ قلت لها رايد في دوره المياه يا عمه شوي بيجي. قالت لي الكلب مصور في الستوري وقاعد يتعاطى اشياء ربي ما كتبها لنا. قلت لها يا عمه اسمعيني زين، والله الموضوع مو مثل ما انت تعتقدينه. طبعا يقول علي انا ما ادري وش اقول ولكن الكلام هذا طلع معي ارتجال. قلت لها يا عمه ترى اللي شفتيه في الستوري رايد ولدك كان يبغى يرسل لاخويه، والاغراض هذه ما كانت الرايد ولا لنا، لا كانت موجوده في احد الكافيهات وصورها رايد، وانا قلت له احذفها ترى الحين بيعتقدون انها لنا، واحذفها مباشره ودخل دوره المياه. قالت لي امه احلف. يقول علي انا الحين محتار احلف ولا اسكت. يقول علي قلت لامه والله العظيم يا خاله ان مالنا فيها وان هذا اللي شفتيه ما هو بلي، خله يطلع رايد وبيعلمك كل شيء عشان تصدقيني. قالت لي خله اول ما يطلع يكلمني. قلت لها ابشر يا عمه. يقول علي يا جماعه خير واطلع من شقتي من جديد وادخل على شقه رايد وافتح باب الحمام عليه اللي هو في وجهي، واشغل يا جماعه الخير الدش على البارد وادخله في البانيو واصير يا جماعه الخير اروش فيه، صار يشاهق من قوه البراد. سويت ذا الشيء بس ابغاه يصحصح ويصحى ويكون مركز معي عشان اقول له السالفه ويصير يكلم امه ويلحق على الموقف هذا ويتداركه. الا صدق يا جماعه الخير بعد مرور نص ساعه 40 دقيقه الا بدا يصحصح رايد وبدا يحس في الوضع اللي هو فيه. قلت له رايد تعرف انت وش سويت؟ قال لا وش سويت؟ قلت له انت راسل مقطع فيديو على الستوري وشافت امك. قال لا يا شيخ. قلت له اي والله انه شافت امك. قال انا راسل لاخوياي في الخاص كيف راح الستوري. قلت له الله يسلمك المقطع انت نزلته في الستوري بسبب انك كنت خارج عن الوعي، الان ابغاك تاخذ الجوال وتتواصل مع امك وتحاول تخارج نفسك حرفيا في اقرب وقت. وعلمته يا جماعه الخير اني قلت كيت 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 وعلمته بكل شيء صار. لحظات جماعه الخير اللي اخذ جواله واتصل على امه. يقول علي اسمع رايد من بعيد قاعد يحلف لامه، والله يا يمه مبانا والله مبانا وما ادري ايش. وانا قاعد اتابعه من بعيد واقول الله يلطف على حاله ويبعده عن الاشياء اللي قاعد يسويها. المهم يا جماعه الخير مر الوقت كذا ابو نص ساعه لقفل الجوال من امه وقال لي الحمد لله يا علي خلصت من الموقف هذا بالكامل، وامي صدقت كلامي كله. يقول علي قلت له اسمع رايد ترى امك ما صدقت وتدري انك تكذب عليها، ولكن انا انصحك يا رايد انك تتوب وتترك الاشياء هذه اللي ما لها داعي. قال لي ابشر ابشر وما يصير خاطرك الا طيب. المهم يا جماعه الخير يقول علي رجعت لغرفتي وانسدحت وقعدت افكر حرفيا اقول الان كل عائله رايد يدرون انه رايح معاي، ولو صار له اي شيء وانا معاه ممكن يحطون لوم هذا الموضوع كله علي ويصير يحسبوني انا. قلت من الافضل اني اطلع من غرفتي واروح وانام عنده واصير اراقب كل تحركاته اللي قاعد يسويها. صدق يا جماعه الخير خدت مفتاح الغرفه وقفلتها بالبطاقه وطلعت من غرفتي وتوجهت للغرفه اللي موجود فيها رايد وطقيت عليه الباب. لحظات اللي فتح لي الباب ودخلت عنده. قلت له اسمع رايد انا اليوم بنام عندك لاني والله العظيم صدق ما عاد اثق فيك. قال لي خلاص يا علي خلاص الله يرحم والديك خلاص والله انك فقعت راسي خلاص موضوع عدى وتكفى استر على ما واجهت.
بصرت افهمه واقول له تراك انت رايح معاي والشي هذا راح يرجع لي حرفيا، وراح يعتقدون فيني هلك اعتقاد سيء، وبيقولون برضو ان علي برضو معاه قاعد يسوون الاشياء هذه. عشان كذا انا يا رايد تكفى اني طالبك انك تمسك نفسك في السفرة هذه لين نرجع، وبعدها لا اسافر معاك ولا تسافر معاي. قال يا ابن الحلال نام الحين وان شاء الله الامور زينة بكرة. صدق يا جماعة الخير، يقول علي انسدحت على السرير حق لي داخل غرفته، وصرت اراقبه واشوف وش راح يسوي داخل الغرفة، هل هو راح يرجع ياخذ المواد المسكرة هذه او لا. المهم يا جماعة الخير بعد مراقبتي المستمرة له لاحظت انه نام، ونمت انا وراه يا جماعة الخير ما يقارب 10 ساعات من النوم. صحيت بعد 10 ساعات الا رايد في وجهي، قال لي هلا علي قمت؟ قلت لي قمت. قال لي طيب اسمع، انا كلمت واحد من اخوياي ساكن في نفس الدولة اللي احنا فيها، وراح يمرنا بسيارته افضل من احنا ناخذ تكاسي وياخذون علينا مبالغ على التوصيل، بخليه يمرنا بسيارته ونروح معاه المطعم نتغدى فيه. قلت له ابد ابشر. وصدق يا جماعة الخير لحظات الا رايد يقول لي اسمع علي ترى اخويي تحت، يلا خلنا ننزل له. قلت له يلا اجل بدخل غرفتي بغير ملابسي بس وبجيك تحت. المهم يا جماعة الخير يقول رايد توجهت لغرفتي وغيرت ملابسي وضبطت وضعي وتعطرت وطلعت من الشقة حقتي بنزل تحت عشان اقابل خويي رايد مع صديقه اللي ما ادري منه. بنزلت تحت صدق الا احصل خويي رايد قاعد على الكرسي، قال خويي الحين بيجي. لا وزودك مش شعر بيت يا علي، جايب سيارة رياضية اخر موديل. الصدق اول ما قال لي ذا الكلام انا تحمست، وبيني وبينكم انا احب اشوف السيارات الرياضية. قلت له يلا كلمه خليه يجينا الان، والله اني متحمس اني اشوفه. قال لي اصبر اصبر، قال لي يبغى له 8 دقائق وبيكون عندنا. وصدق يا جماعة الخير مرت 8 دقائق الا وقفت سيارة مرسيدس باب واحد اخر موديل. السيارة ذيك الايام كانت من السيارات الفخمة مرة، وما يركبونها الا الاغنياء. نظرت في رايد قلت هيه والله خويك شكل معاه فلوس. قال لي يا ولد ذا ما شاء الله ابوه غني وما ادري ايش. قلت له طيب تكفى رايد كلمه، ابغى اخذ صورة لسيارته كاني اسوقها. قال ابد ابشر. ويطلع يا جماعة الخير الا خويه قاعد في السيارة، نزل الشباك قال تعالوا تعالوا. يوم قربنا من عنده الا رايد يقول له اسمع كمال خويي يبغى يصور في سيارتك. قال ابد ابد حياه الله. ويفتح يا جماعة الخير الباب وينزل هذا الشخص اللي اسمه كمال من السيارة، قال تفضل اركب الان وصور فيها مثل ما تبغى. المهم يا جماعة الخير والله واركب السيارة وسكر الباب، ما حد معاي في السيارة، واصير اصور السيارة وانا راكبها واصورها من برا واصورها مع كل جهة. بعدين قالنا يلا نروح نتغدى. قلت له ابد يلا خل نروح نتغدى. انا ركبت ورا يا جماعة الخير، وعلى يميني قدام اللي هو خويي رايد، وعلى يساري هذا الشخص اللي اسمه كمال خوي رايد. طلعنا من الفندق توجهنا لاحد المطاعم اللي موجودة عندهم وتغدينا. بعد ما تغدينا كذا بنص ساعة قال بوديكم الان للشاطئ نتمشى فيه شوي ونتقهوى فيه، واخر الليل عازمكم على مطعم فيه عشاء ما قذقت نفسه ابد. قلت له ابد تمام انا معاكم باللي تبغونه. وصدق يا جماعة الخير رحنا تغدينا، وبعدها كذا بثلاث اربع ساعات قهوينا، وبعدها يا جماعة الخير على الساعة ممكن 9 الليل رحنا للمطعم اللي قاعد يقولنا كمال انه من افضل المطاعم اللي قد مر علينا. وقفنا عند المطعم ونزلنا، ولكن يا جماعة الخير يوم نزلنا ودخلنا المطعم، المطعم عبارة عن مطعم وبرضه يقدم اللي هي المواد المسكرة داخل المطعم كذا، هم برا عادي عندهم. الصدق يقول علي اول ما شفت هذه قدامي والمشروبات حقتهم هذه قدامي ضاق صدري مرة، قلت يا رب ان رايد ما يرجع يسويها من جديد. دخلنا وقعدنا على الطاولة وصاروا يطلبون طلبات ما ادري وشي. والصدق اللي كان يطلب بشكل كامل اللي هو كمال يقول انا عازمكم لحد يطلب ابد. طلب يا جماعة الخير اشياء كثيرة لحظات الا نزلت السفرة. بعدين كمال يقول له جيب العصير. اول ما قال له جيب العصير انا استانست، قلت اخيرا بيفكونا من الاشياء الوسخه ذي اللي قاعدين يشربونها. المهم صاروا يتعشون ويشربون من هذا العصير، وانا طلبت لي مويه لان ودي اكل ذاك اليوم ولا ابغى اشرب اي شيء ثقيل هناك. واطلب لي مويه واصير اكل 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 وهم قاعدين يتعشون. لحظات يا جماعه الخير اناظر في رايد خويي صارت تصرفاته غريبه، والكلام اللي قاعد يقوله صرت احس في لسانه الثقل. عرفت يا جماعه الخير ان رايد طلع برا التغطيه، وان الشيء اللي كان معاه كان فيه بعض المواد المسكره، وما كنت ادري عن هذا الموضوع نهائيا. بيني وبينكم انا انفقعت غضب، نظرت في رايد قلت له رايد الله يرحم والديك، تكفى يا رايد تكفى اني طالبك انك تفكنا من هذه الاشياء. الا رايد يقول لي اي انت ايش دخلك، من انت عشان تتدخل فيني؟ اول ما شفته يتكلم كذا سكت، وقلت له اسمع يا رايد ابغى منك طلب واحد، تكفى عطني جوالك وخله معي. قام ينافخ علي يا جماعه الخير ويقول لي ما بقلنت تاخذ جوالي تحسبني بزر ما ادري ايش. يقول علي انا بيني وبينكم سكت يوم شفت رايد منفعل، وعرفت انه مو بكامل قواه العقليه. قلت ما ابغى اتفشل قدام كمال، خلني ساكت لين نطلع كلنا ونرجع للفندق وهناك راح اتفاهم معاه. جيت يا جماعه الخير على الساعه 2 قالوا يلا مشينا خلينا نمشي نركب السياره ونطلع. طبعا انا راكب وراء وقدام على اليمين راكب
رايد وعلى اليسار راكب كمال اللي هو خوي رايد. يقول واحنا نمشي الا جاء قدامنا نقطة تفتيش والسيارات صافة زحمة. يقول لا لاحظ كمال بدا ينخرش وبدا يخرج حرفيا عن الوضع المعتاد ويناظر في رايد. رايد تكفى اني طالبك امسك غبة هذه معك. جماعة الخير وهو قاعد يقول امسك ويعطي رايد صرت اشوف الموضوع سلو موشن. ما اعطي رايد يا جماعة الخير احد المواد الممنوعة ويطلب من رايد انه يخبيها. الا اسمع كمال يقول اسمع عط خويك علي لانه هو الصاحي بيننا. مناظر فيهم قلت ايه انا مالي دخل انا مالي دخل نهائيا تبغون ارموها ولا انا مالي دخل. الا كمال يقول لا وين نرميها هذه غالية. الا رايد يناظر فيني يقول اسمع يا علي تكفى اني طالبك خب هذه معاك والله مرة ثانية انت شوف وجه ثاني في السفرة وما عاد ارجع الاشياء هذه نهائيا. قلت له وعد قال لي وعد وانا بيني وبينكم يا جماعة خير يوم اعطاني اياها وخدتها انا خايف ما ادري وين ازبنها. كنت لابس نفس القميص اللي هو القميص العادي يا جماعة خير عرفتوه اللي فيه كذا ازرار ويجي نفس التيشيرت ولكن ينفتح كذا ويصفقون دائما اكمامه. قول خدت المادة هذه وحطيتها كذا في القميص وصفطت قميصي لين وصلته لين هنا وصفطت القميص الثاني. المهم قربنا لين نقطة التفتيش الا العسكري يجي مع الشباك اللي عنده رايد قال اعطوني اوراقكم والرخصة والاستمارة وكل شيء يعني يخص السيارة. الا كمال يصير يعطيه 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 شوي العسكري يلاحظ فيهم قال انزلوا انزلوا قاعدين تسوقون السيارة وانتم في حالة سكر انزلوا. وينزلهم يا جماعة خير من السيارة وينزلني معه وصار يحللهم والتحليل هذا صار شائع عند اكثر الدول. لاحظ يا جماعة الخير ان النسبة عندهم عالية. ناظر فيني قال لي انت صاحي؟ قلت لي انا صاحي والحمد لله. قال يا اخي سوق فيهم ليه ما تسوق فيهم السيارة؟ قلت والله اني عرضت عليهم قبل ولكن رفضوا. طبعا انا ما عرضت عليهم ابد ولكن كنت ابغى اوصل الشقة لان في شيء كنت ابغى اسويه. قال لا لا انت اللي تسوق فيهم ذا المرة راح امشيكم لانكم زوار موجودين عندنا هنا ولكن المرة الثانية راح القي عليكم القبض. المهم يا جماعة الخير واسوق السيارة هذه ويركب كمال على اليمين ورايد ورا والقطعة كانت موجودة في جيبي لين تعدينا التفتيش. وانا يا جماعة الخير اصلا قاعد انتفض واحس بشيء غريب مرة بغيت القم تهمة مالي دخل فيها. لا والتهمة هذه خارج الدولة اللي انا اعيش فيها. تقدمنا شوي وافكها وقطها عليهم. قلت يا شيخ هذه اخر مرة اطلع معكم. وامشي يا جماعة الخير لين الشقة وانزل من السيارة وادخل غرفتي وخلي رايد مع خوية كمال تحت. وقلت يصير اللي يصير. دخلت غرفتي وسكرت وانسدحت على السرير. والشيء هذا كنت ابغى اسويه من قبل. من اول ما شفت اول موقف من خوي رايد ارسلت رسالة لابوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى كنت اتذكر الرسالة هذه كانت على الساعة 4 الفجر. ارسلت لابوي في الواتساب السلام عليكم كيف حالك يا يبا ان شاء الله بخير وطيب. يبا اني طالبك احجز لي تذكرة رجعة من الدولة اللي انا فيها لين الدولة حقتنا. رق وارسلها له وانتظر يا جماعة الخير لين وقت صلاة الفجر اللي موجود في دولتنا. الا ابوي يرد فيها ويقول لي عسى ما شر وحاط لي استفهام. قلت له يبا تكفى اني طالبك احجز لي. قال لي خلاص ارسل لي بياناتك بعد الصلاة بصلي الفجر وبحجز لك. صدق يا جماعة الخير لحظات بعد مرور 50 دقيقة الا ابوي يقول حجزت لك تذكرة باذن الله راح تقلع الساعة 4 العصر. قلت له الله يعطيك العافية. نمت يا جماعة الخير وقمت على الساعة 11 الصبح. اول ما قمت الساعة 11 صبح رحت طقيت الباب على رايد. سلام عليكم مساء الخير رايد كيف حالك طيب؟ الله يسلمك انا ماشي وراجع لدولتي. ابغاك الله يسلمك تتصل على اهلك وتقول لهم ان ترى علي خوي رجع وانا راح اجلس في الدولة الحالي. قال لي خلاص راح الله يستر عليك واستر على ما واجهته بالتوفيق لك. قلت ابد يلا مع السلامة. واطلع من عنده يا جماعة الخير وارجع لغرفتي واضبط وضعي لين قبل الرحلة عشان اوصل في الوقت الموعود واحجز لي يا جماعة الخير تاكسي وخليه يوصلني المطار واركب طيارتي وارجع الى دولتي. اول من قابلني يا جماعة الخير قابلني ابوي. قال لي علي وش السالفه وش صاير؟ قلت له والله اسمع يا يبا رايد صار شخص مو مضبوط وسوى حركات ما لها داعي عشان كذا انا رجعت وخليته ويصير اللي يصير. الا ابوي يقول لي متى راح يرجع رايد طيب من هناك؟ قلت اتوقع انه باقي له 5 ايام يا يبا ويرجع. قال لي خلاص الله يسمح دربه وباذن الله يا علي اني راح اعوضك عن السفره هذه لا تشيل هم. قلت ابد الله يعطيك العافيه يا يبا والحمد لله اني رجعت. قلت والله العظيم يا يبا الرايد كرهني في السفر. المهم ابوي صار يهديني وقال لي حصل خير ولا تشيل هم. وصدق يا جماعه الخير مرت الايام وخلصت الخمس الايام اللي مفروض رايد يرجع فيها. في سادس يوم من بعد ما رجعت مفروض يكون رايد في بيتهم لحظات اللي يجيني اتصال من رقم غريب ورد عليه وحط الجوال في اذني. الا يا جماعه الخير اللي قاعد يتكلم ام رايد. قلت لها مرحبا يا خاله سمي وش بغيتي؟ قالت ابوي علي وينكم تاخرتوا ما جيتوا سلامات متاخرين وجوال رايد مقفل وش السالفه؟ قلت لها يا خاله رايد ما قال لك اني انا راح ارجع. انا رجعت ترى لي 5 ايام وست ايام. قالت وشلون وشلون لك 5 ايام وست ايام ورايد ولدي وينه؟ قلت لها يا خاله والله ما ادري ولكني انا قلت له انه يعلمك. المهم الا صارت يا جماعه الخير ام رايد قاعده تترجاني يا علي تكفى رايد ما عنده اخوان وابوه ميت ويتيم وعمانه بعيدين تكفى لا تخليني ارتاح عليه.
عرفت ان ام رايد واصلة لاخر مرحلة من القلق. قلت لها ابشري يا خالة وما يصير خاطرك الا طيب، وان شاء الله راح اشوف رايد ولدك وينه، لا تشيلين هم، تراه بخير وبصحة وعافية. وانا ترى يا خالة تواصلت معاه همس ورد علي، يعني اكيد ان اموره زينة. طبعا انا بالاصح ما تواصلت معاه، بس قلت ذا الكلام عشان اهديها. قفلت يا جماعة الخير الخط من ام رايد وما ادري الان وش اسوي معه. المهم يا جماعة الخير، يقول علي ما أدري وش أسوي في هذا الموقف، وصرت جالس يا جماعة الخير بين هذه الفكرتين، إني أبحث عنه أو إني أروح أبلغ الشرطة. فرحت لأبوي مباشرة وقلت له، قلت له يا يبا سالفة كذا 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 كذا، ودقت علي أم رايد وقالت لي إن ولدي لحد الآن ما جاء، وهو يا يبا مفروض إنه يكون موجود. قال لي أبوي كتفكير منطقي وتفكير سليم، قال لي علي هذه وظيفة الشرطة، ليه ما تروح للشرطة وتبلغهم؟ وهم يتصرفون في هذا الموضوع كامل، وإذا أنت تبغى تروح تبحث عنه أبد ما عندك مشكلة، أنا الآن أعطيك فلوس وتروح فيها وتشوف خويك وينه فيه. يقول علي يا جماعة الخير قلت خلني أسوي الخيار الأول وأروح لمركز الشرطة وأبلغ عن خويي راي. صدق خدت سيارتي ورحت بلغت يا جماعة الخير مركز الشرطة، قلت لهم إن واحد من أخوياي مفروض إنه رجع ولحد الآن ما رجع، أبغاكم تتحققون من هذا الموضوع كامل، ممكن يكون في المطار. قال لي طيب تمام، إحنا راح نرفع بلاغك هذا على طول وراح نرسل للسفارة، والسفارة راح تتدخل في هذا الموضوع وبإذن الله خير. قلت له زين. يقول علي طلعت مركز الشرطة وعلى طول توجهت المطار ورحت أسأل عن الرحلة اللي كنت حاجزها أنا قبل مع راي. المهم وصلت المطار ودخلت لين المكتب المخصص للرحلات، سلام عليكم، وعليكم السلام، لو سمحت الرحلة اللي بهذا الرقم وصلت أو لا؟ ناظر فيني قال لي وينك، رحلة ذي من أمس واصلة. قلت له طيب تقدر تتحقق من نظام هل خويي ركب للطيارة أو لا؟ قال لي اسمع، إذا تبغى أحد يفيدك رح للمكاتب هذيك حقة الصعود، وهم عندهم النظام كامل، إذا هو راكب رح يبان عندهم في النظام إنه هو ركب للطيارة ومتجه عندنا. قلت له الله يعطيك العافية. وصدق يا جماعة خير طلعت من هذا المكتب وتوجهت للمكتب الثاني وحصلت الموظفين اللي يشتغلون هناك. سلام عليكم، عليكم السلام، الرحلة اللي بالرقم هذا هي كانت تبعكم، ولكن أبغى أسأل عن شخص اسمه رايد بن فلان الفلاني، هل هو ركب للطيارة أو ما ركبها؟ قال لي ثواني عطني رقم الرحلة، عطني الاسم، طق 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 طق. قال لي والله اسمع يا شيخ، اللي اسمه رايد لا ما ركب للطيارة. قلت له متأكد؟ قال لي إيه متأكد. قلت له الله يعطيك العافية. طلعت يا جماعة الخير من المكتب ورايح للمواقف المخصصة للمطار. اتصلت على أبوي وقلت له يبا تقدر تحول لي مبلغ اروح اشوف في رايد خويي ولا لا؟ قال لي هل انت رحت للشرطه؟ قلت له اي رحت للشرطه وبلغتهم، رحت للمطار قبل شوي واستفسرت وقالوا انه ما ركب للطياره. قال لي خلاص الان راح يوصلك على حسابك مبلغ يكفيك للطياره والتنقل وكل شيء، وانتبه لنفسك ولا تنسى اذكارك يا ولدي. صدق يا جماعه خير وارجع المكاتب حقت الحجوزات من جديد، ابغى رحله للدوله هذه في اقرب وقت، اقرب رحله عطني اياها. قال لي لحظات، وبرضه نفس الحكايه طق 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 طق. قال لي رحله، طيب في رحله راح تقلع بعد 4 ساعات من الحين، تبغاها؟ قلت له ايه ابغاها. قال لي طيب عطني اسمك وعطني بياناتك كاملة. صدق يا جماعة الخير تيك 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 الا ما عطيني يا جماعة الخير التذكرة حقة الطيارة. انتظرت لين جاء وقت الرحلة وركبت للطيارة هذه وانا على امل اني احصل رايد خويي. المهم بعد ما مرت 8 ساعات هبطت الطيارة ونزلت في المطار. اول ما نزلت يا جماعة الخير في المطار في ساحة التفتيش الا يا جماعة الخير جوني عسكريين ومسكوني مع يدي ودخلوني غرفة مخصصة للتحقيقات حقة المطار. قلت لهم يا ولد شو السالفة؟ اقول لا يكون بس رايد خويي حطنا في بلوى اكبر مننا وشكله وهقني معاه. صرت ادعي ربي ان ربي يستر علي وما يصير الشيء اللي قاعد اتوقعه. لحظات يا جماعه الخير لجاء العسكري حق المطار ناظر فيني قال لي علي مرحبا ومسهلا، عندك تحركات حرفيا مخيفه صارت خلال ال30 يوم هذه، خلال اسبوع رحت ورجعت بعدين رحت ورجعت، فهذه الحركه حركه مربكه لنا، نبغاك تعطينا كامل المعلومات وكامل الاشياء عنك. نظرت في العسكري قلت له بس عشاني رحت خلال الفتره هذه ورجعت؟ قال لي اي بس هذه اجراءات نظاميا نسويها في المطار ونصيد التحركات المشبوهه، ولكن العجيب انك انت اصلا ما معك لا شنطه وما معك ولا غرض، فعطنا انت وش عندك جاي هنا؟ طبعا يا جماعه الخير كانوا يعتقدون انه اصلا قاعد يهرب اشياء ممنوعه، عشان كذا قالوا التحركات هذه تحركات مربكه شوي، قالوا علمنا انت وش عندك وليه رجع. يقول علي قلت لهم اسمعوا انا عندي خوي كان معاي هنا ورجعت ولكن هو لحد الان ما رجع. قال لي من هو خويك؟ واعطيهم يا جماعه الخير بيانات خويي. قال خلاص راح نرفع تعميم لاقرب مركز كنت انت ساكن فيه انت وخويك رايد بالدوله حقتنا، واجراءاتك راح تكون داخل هذاك المركز، تقدر تراجعهم بعدين، وترى رقمك موجود عندهم يا علي. قلت بس خلاص كذا اقدر امشي؟ قالوا لي تقدر تمشي. واطلع يا جماعه الخير من المطار وانا احمد ربي اني ما طحت في مشكله، واركب التاكسي مباشره كاجراء بديهي، بقول له يا تاكسي ودني للفندق اللي كنت انا ساكن فيه. ركبت للتاكسي قلت له معليش توجه لهذا الموقع او هذا الفندق في اسرع وقت لو سمحت. صدق يا جماعه الخير ويمشي التاكسي لين وصلت الفندق حقي، وانزل مباشره للريسبشن اللي موجود تحت، اول ما شافني عرف
شافني يسلم علي، قلت له السلام عليكم، ابغى استفسر رايد لحد الان موجود في الشقه او لا؟ قال لي لحظات عطني اسم رايد بالكامل واعطيه جماعه الخير الاسم. قال لي اسمع علي، الشخص هذا سوى تشيك اوت او سوى خروج من الفندق بعد انت ما سويت تشيك اوت او خروج بساعتين فقط. قلت له شلون؟ صادق انت؟ كيف سوى بعدي بساعتين؟ وهو مستأجر 5 أيام مدري 6 أيام باقية. قال لي لا، سوى تشيك اوت وخذ الفلوس استرجعها كاش، ولكن خصمت منها بعض الرسوم. قلت له طيب ما تدري وين راح وما تدري وش وضعه؟ اللي يقول لي يا جماعة الخير، الموظف اللي شغال تحت قال لي احنا ما لنا دخل، احنا بس مسؤولين عن دخول للغرفة والخروج عنها، باقي الأشياء والله ما أدري عنها، ولكن اتصل عليه ممكن تلقاه. يقول علي نظرت فيه وقلت في نفسي لو انه يرد ما جيتك انا، واطلع يا جماعة الخير من الفندق واتوجه مباشرة لقسم الشرطة. المهم أول ما دخلت يا جماعة خير قسم الشرطة، تذكرون العسكري اللي فتشنا قبل وكانوا أخوياي في حالة حرفيا يرثى لها؟ أول ما شفته عرفته، رحت له مباشرة وسلمت عليه. كنت أعتقد إنه أصلا يتذكرني على الموقف اللي صار، ولكن أظهر الرجال ناسيني بالكامل. قال لي نعم، وش عندك أنت؟ وش تبغى؟ قلت له الله يسلمك، أنا عندي خويي اختفى داخل دولتكم ولا أدري عنه. قال لي خويك مختفي داخل الدولة؟ قلت له إيه نعم. قال لي طيب عطني رقم جواله وعطني بياناته وعطني أي شيء تقريبي يقربنا لهذا الموضوع عشان نقدر نوصل له. قلت له جواله مقفل ولكن خذ رقم جواله. قال لي ما عندك الا رقم الجوال؟ يقول علي قد دقيقه. يقول علي بديت افكر شوي، قلت دقيقه صح، خويه ذاك كمال اللي مرنا بالسياره الرياضيه هذيك، فممكن هو معاه. قلت له اسمع حضره الضابط، لو اعطيكم الان لوحه سياره او مواصفات بعض السيارات الموجوده في دولتكم تقدرون تطلعون رقم جواله؟ الا قال لي الضابط اي نعم يا علي نقدر نطلع رقم جواله. من هو؟ قلت له الله يسلمك هذا شخص اسمه كمال، هذا خويي في نفس الدوله، وتعرفنا عليه هنا وهو يعرفه من زمان، في مره من المرات مرنا وخذانا معاه في سيارته. قال لي عندك لوحة سيارته؟ قلت له اي نعم. وطلع يا جماعة الخير الصور اللي صورتها، يمكن تبغى صور لاخوياي سيارته، وقلب فيها الا في احد الصور صورة اللوحة حقة السيارة ووريها للضابط مباشرة. قال لي لحظات، طق 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 طق، انتر. اول ما سوى انتر لا تطلع بياناته كاملة. قال هذا هو رقم الجوال حقه، خذ انت حاول اتصل عليه وشوف وضعه، ممكن يعرفك ويعلمك وين مكان خويك. وصدق يا جماعة الخير واخذ رقم كمال هذا من مركز الشرطة وحطه في جوالي، طي 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 طي. اتصال. اول ما اتصلت عليه طوط الا رد علي الرجال لهذا اللي اسمه كمال. قلت له السلام عليكم، كيف حالك كمال؟ قال مرحبا ومسهلا، هلا من معي؟ قلت له ما عرفتني. قال لا من معي، خلص علي. قلت له انا علي خوي رايد. يقول علي اول ما قلت له اني علي خوي رايد الا يا جماعه الخير يقفل الخط في وجهي. يتبا اكيد الرايد فيه شيء واكيد ان فيه مصيبه وراها كمال. طبعا الموضوع هذا كله صار قدام عين الضابط، والضابط قاعد يشوف هذا كله. الضابط يقول اتوقع ان كمال هذا يعرف وين رايد، ولكن خاف لانك سالت عنه. عطني بيانات سيارته، راح ارفع عليه تعميم، والتعميم هذا مخصص انهم بس يبحثون وين سيارته وين مكانها، واذا حصلوه يجيبونه للقسم مباشره عشان يمارسون معاه بس اسلوب التحقيق. وصدق يا جماعه الخير رفع البلاغ الشرطي هذا او الضابط، وصرت انتظر وانا يدي على قلبي لحظات جماعة الخير ليرن جوالي وناظر اللي هي جماعة الخير أم رايد. أمها اشتقت عليه بشكل كبير وشالت همه. رديت عليها قالت لي سلام عليكم، كيف حالك يا علي؟ قلت عليكم السلام، مرحبا أم رايد، سمي آمري وش بغيتي؟ قالت هاي علي بشر، لقيت رايد ولا ما لقيته؟ يقول علي أنا ما أبغاها تشيل هم، فقلت لها الكلام هذا. قلت لها اسمعي يا أم رايد، رايد بخير، يقولون انهم شافوه قبل امس واموره زينه، ولكن الان قاعد ابحث عنه لان اتوقع جواله مفقود، وكانت بيانات التذاكر وبيانات الطياره كلها في جواله، اكيد بما ان جواله مفقود هذا السبب الوحيد اللي منعه انه يركب الطياره. قالت لي تكفى يا علي، قل لي اي شيء يصير على رايد ولدي وخلك معاي على تواصل اول باول، وتكفى لا تغبي علي شيء. فقلت لها ابشري يا خاله ولا تشيلين هم، وقفل منها يا جماعه الخير الخط. الا الضابط يقاطع كلامي ويقول لي علي السياره سجلوا لها حركه نشاط قبل ممكن ساعتين في احد المناطق حرفيا القديمة. قلت كيف عرفتوا انه اصلا قبل ساعتين مسجل هذا كله؟ الا الضابط يقول لي اي نعم علي، ان احنا عندنا في سيارات الشرطة فيها نفس الكاميرات وتسجل السيارات ولوحات السيارات اللي تمر جنبها. اول ما عطيتني رقم اللوحة على طول ارسلتها للناس المسؤولين عن التحقيق هذا والبحث، وقالوا لي اي نعم في سيارات الشرطة اللي تحمل بعض الكاميرات الذكية مسجلة لوحة السيارة هذه في احد المناطق النائية القديمة. يقول علي قلت له خلاص طيب الحين وش نسوي؟ قال الان لازم نروح نتوجه لذيك المنطقة، ولكن ما عندي فريق دعم، تبغاني أساعدك وأطلع معاك بسيارتي الخاصة نشوف السيارة ممكن تحصل رايد هناك أو نكتشف أي شيء هناك؟ قلت له أبد يا حضرة الضابط، صدق يا جماعة الخير، وركب السيارة مع الضابط وتوجه مباشرة للحي القديم هذا. وصدق أبو نص ساعة كذا 40 دقيقة إلا وقفنا عنده. لحظات اللي يقول لي الضابط إن النشاط كان موجود هنا، ولكن السيارة ما هي موجودة، فيحتاج إن نكثف البحث في ذيك المنطقة لين نحصل السيارة هذه.
المهم يا جماعة الخير، يقول علي رجعت أنا والضابط لين مركز الشرطة، ونزلني عند باب مركز الشرطة وقال خلاص لو صارت معنا أي أحداث جديدة راح أبلغك بإذن الله، وراح أكون بيني وبينك على تواصل دائم. يقول علي قلت له خلاص زين الله يعطيك العافية وما قصرت معي. طلعت من مركز الشرطة وعلى طول طلبت بالتطبيق اللي هو يا جماعة الخير تاكسي عشان يوصلني من مركز الشرطة إلى أحد الفنادق عشان أسكن فيها، وتوجهت للفندق اللي كنت ساكن فيه أنا ورايد قبل. دخلت على الريسبشن وخدت لي غرفة ورقيت لين غرفتي وانسدحت على السرير وأنا قاعد أفكر في رايد. وكان ذاك الوقت على الساعة كذا 6 المغرب 7 المغرب قاعد أفكر أقول رايد وين راح؟ وين الأماكن اللي من الممكن إنه راح لها؟ وليه كمال برضو أول ما سمع صوتي قفل في وجهي. يقول علي بعد ما ريحت صليت صلواتي وخلصت طلعت يا جماعة الخير من الفندق، توجهت للأماكن اللي كان يقعد فيها رايد معي، الكافيهات المطاعم الأماكن اللي ما هي كويسة برضو اللي كان يقعد فيها، وصرت كل مكان أروح له أوريهم صورة رايد وأقول لهم ها تعرفون هذا ولا ما تعرفونه، والأغلبية يا جماعة الخير كان يقول لي لا. صرت أدور في ذاك المكان يمين يسار ما لقيت أي شيء، فقررت إني أرجع للفندق من جديد بعد ما تعبت في البحث. قفلت باب الغرفة حقتي وانسدحت على إني بنام لحظات كذا حرفيا من كثرة التفكير، فقدت يا جماعة الخير صوابي ونمت. يقول علي الشيء اللي أتذكره أول ما صحيت من النوم، وصحيت يا جماعة الخير من جوالي قاعد يتصل وينحرق اتصالات، قلت يا ولد ذا مين؟ وكان الرقم رقم غريب من نفس أرقام الدولة. واخذ جوالي وطط ورد عليه مرحبا ومسهلا، قال لي السلام عليكم علي، قلت له نعم وش بغيت؟ قال لي اسمع علي احتاج تجينا مركز الشرطة الآن ضروري ضروري ضروري. قلت له ليه وعسى ماشر وش صاير؟ قال الآن الضابط يبغاك في أسرع وقت. المهم يا جماعة الخير خدت نفسي كذا بشكل سريع وتوجهت مباشرة للضابط. مرحبا علي كيف حالك طيب؟ قلت له مرحبا وش صاير تراك خوفتني وش صاير؟ قال اسمع علي قبل ساعتين من الآن جانا بلاغ من المستشفى العام الخاص بالدولة، قالوا لنا ان في شخص مستأجر سيارة من احد المكاتب المخصصة لتأجير السيارات وسوى حادث قوي بالسيارة والسيارة احترقت بالكامل وجثته برضو احترقت. طيب انا وش دخلني؟ شو السالفة؟ علمني تكفى، لا تقول ان الرجال اللي احترق رايد. قال لي اي نعم، بعد ما بحثت في سجلات تأجير السيارات من المكتب المخصص للتأجير صار اسم رايد خويك هو المستأجر السيارة، والان تراه موجود في المستشفى العام الخاص في الدولة، روح وشوف وضعه بالكامل. وصدق يا جماعة الخير واطلع من قسم الشرطة وانا خايف بشكل ما تتوقعونه، وتوجه الى المستشفى العام اللي وصف لي اياه الضابط، وادخل مع الباب الا في الريسبشن حق المستشفى. السلام عليكم، هل في حادث صار قبل ساعتين ودخل الشخص عندكم في المستشفى بسبب حادث مروري واحترقت سيارته؟ قالوا لي ليه انت تعرف الرجال؟ قلت له نعم اعرفه هذا خوي. قال روح شوفه في الغرفه المخصصه يا جماعه الخير في حفظ الجثث، واطلع يا جماعه الخير مسرع من عنده وتوجه للغرفه هذه. قبل ما اوصل الغرفه اللي يا جماعه الخير سبحان الله في وقتها اتصلت علي ام رايد. اول ما شفت اتصالها والله العظيم ان قلبي نغزني. انصدق الام دايما تحس بعيالها. يقول علي واخذ الجوال واعطيها مشغول وابغى اتوجه للغرفه هذه. يقول لحظات اللي تعاود الاتصال برضو واقفل في وجهها. يقول مره الثالثه اتصلت علي وانا باقي ما وصلت الجثه هذه. يقول علي واخذ الجوال وارد عليها، قلت هلا سمي ام رايد. الا يا جماعه الخير ام رايد تصيح، قالت لي علي ليه تعطيني مشغول؟ تكفى بهذلتني، انا انضغطت نفسيا، تكفى رايد ولدي فيه شيء، ليه قبل شوي تعطيني مشغول؟ طبعا يا جماعة الخير انا ما دريت انت كفيلة الجوال هذه سببت لها ضغط نفسي كبير. قالت لي تكفى قل لي الرايد ولدي بخير. قلت لها والله يا خالة لحد الان انا ما ادري، ولكن الان انا رايح المكان وان شاء الله اني بحصل رايد فيه. ولا ابغى اقول لها يا جماعة الخير الرايد مسوي حادث قوي، والشرطة اتصلوا علي وقالوا انه مستأجر سيارة بمكتب التأجير وسوى فيها حادث واحترق. الا ام رايد يا جماعة الخير صارت تحلف لي تكفى تكفى يا علي احلف الرايد ما في شيء. قلت لها والله يا خالة لحد الان والله اني ما شفت رايد ولا قابلته، ولكن لو صار في اي جديد انا بتصل عليك لا تشيلين هم. المهم وقف الاتصال منها وانا قلبي ينغزني بشكل كبير. الحين كيف افهمها ان ولدها رايد في المستشفى وصاير له حادث وميت؟ بالله يكون في العون. المهم يا جماعه الخير واتقدم لين وصلت للغرفه هذه والتفت يمين، الغرفه كذا عباره عن غرفه زجاجيه ولها باب زجاجي، الا احصل شخص موجود على السرير محترق يا جماعه الخير بالكامل، ما اقدر لا اشوف وجهه ولا تفاصيله بالكامل.
أول ما شفت الموقف هذا ما قدرت أمسك نفسي، تذكرت كل الأيام الحلوة اللي قعدتها مع رايد، تذكرت يوم كنا مشاركين في بطولة المدارس ودوري المدارس. بعدها يا جماعة الخير دخلت في نوبة بكاء، نوبة أول مرة تمر علي، صرت أبكي من غير رايي، صرت أبكي على أشياء كثيرة، لأني يا جماعة الخير كنت أتذكر أن رايد في آخر أيامه كان متجه اتجاه حرفيا ما يرضي الله ولا يرضي رسوله، بين المواد الممنوعة اللي يستخدمها والأشياء اللي يشربها، وأقول يا رب كيف رايد الحين بيقابل ربه وآخر أعماله كانت هذه. المهم ما قدرت اتمالك نفسي ولا قدرت يا جماعة الخير ادخل اشوف رايد بالشكل المطلوب، لان لو قربت يمكن ينغم علي بدون ما احس. يقول علي واطلع من المستشفى، وقف لي تاكسي واتوجه للفندق حقي، وانا قلبي مكسور على صديق عمري اللي هو رايد. وادخل يا جماعة الخير للفندق، وادخل غرفتي واقفل على نفسي الباب وانسدح. صرت يا جماعة الخير وانا منسدح قاعد ابكي على خويي رايد، واللي يزيد البكاء حزن الآن كيف أقنع أهله أو أمه إن ولدها رايد مات، وإنه مات في حادث مروري. وقاعدة تجيني تساؤلات، هل من الممكن لو قلت هذا الشيء لأمه إنها من الممكن إنها تتعرض لصدمة وتموت بعد ولدها؟ المهم خذاني الحزن وخيم على قلبي لين يا جماعة الخير فقدت التحكم في نفسي ونمت. بعدها صحيت من نومتي هذه بثلاث ساعات، قلت خلني أتصل على أبوي وأقول له وش صار من إلى، وأخذ جوال طيط 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 واتصل يا جماعة الخير على أبوي. مرحبا، كيف حالك يا يبا؟ طيب إن شاء الله. يا يبا قدر الله ما شاء فعل، رايد مات في حادث مروري واحترقت جثته بالكامل. إلا أبوي يقول لي علي لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه لراجعون، أعوذ بالله وش بتسوي الحين يا علي؟ قلت له والله يا يبا أني ما أدري، من قلبي يوجعني على أم رايد، ما أدري وش أقول لها. قال لي أبوي اسمع يا علي، احجز لك تذكرة الآن وارجع، وبإذن الله أنا بروح وأقول لأم رايد كل شيء. قلت لي والله تكفى يا يبا، مالي وجه قابل أم رايد. صدق يا جماعة الخير والله، وافتح جوالي وادخل على المواقع المخصصة لحجوز الطيران، وحصل يا جماعة الخير أقرب رحلة راح تكون بعد يومين وأحجزها مباشرة. بعدها يا جماعة الخير يقول علي جلست في الفندق ولا طلعت منه، والدرجة يا جماعة الخير من كثر ماني مرتاح ما كلت أي شيء من أول ما جيت. المهم جلست لين جاء آخر الليل وحطيت راسي يا جماعة الخير ونمت. بعد يا جماعة الخير مكوثي في النومة هذه بما يقارب 9 أو 10 ساعات، إلا جوالي يعاود الاتصال، وأخذ الجوال يا جماعة خير وناظر إلا هي أم رايد. قلت في نفسي يا حبيبتي يا أم رايد والله ما تدرين وش اللي صار لولدك، والله ما أدري كيف أقنعك وأقول لك الرايد ولدك مات موتة شنيعة لأبعد درجة. فقلت خلني أرد عليها عشان ما يوجعها قلبها، وحاول إني أهديها بدون ما أقول لها أي شيء عن رايد ولدها. المهم يقول علي إلا وأرد عليها وأحط الجوال في إذني، إلا أم رايد تقول لي علي. قلت لها سمي. قالت لي علي الحق بسرعة. قلت شو السالفة وش الموضوع؟ وبرضو مع كلامها هذا في بكاء يا جماعة خير في كلامها. قلت بس شكل السفارة تحققوا من الميت وأرسلوا لأم رايد الخبر هذا. قلت لها سمي وش بغيتي؟ قالت لي الحق. قلت وش؟ قالت اتصل فيني عم رايد ولدي وقال لي الرايد أرسل له رسالة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وقال له أنه موجود في الدولة اللي أنت فيها وعطانا الرقم قال تواصلوا معاه. قلت لهم رايد انت صادقه متاكده من الكلام؟ قالت ايه والله العظيم اني متاكده. قلت لها خلاص ابشري ابشري ارسلي لي الرقم وبتاكد منه. وقفل منها وانا قاعد افكر اقول شكل ام رايد المسكينه عقلها ضرب وبدت تهلوس باشياء ما هي موجوده. انا شايف رايد خلاص، ولكن قلت خلني اشوف وش الموضوع اللي عندها. الا صدق يا جماعه خير لحظات الا ارسلت لي رقم صدق مخصص لاحد الاماكن الموجوده عندنا في الدوله، واخذ الرقم وادق عليه السلام عليكم، الا يرد علي شخص واضح انه من نفس جنسيتي. قال عليكم السلام مرحبا من معي؟ قلت له معليش اخوي انتوا عندكم شخص اسمه رايد؟ قال لي رايد موجود عندنا. قلت له خلاص بالله ارسل لي الموقع حقك. يرسل لي يا جماعه الخير موقع حقه. قلت له يكون رايد ذا انسان ثاني، واطلع مباشره واخذ لي تاكسي بسرعه وتوجه للمكان اللي حدد لي اياه الرجال هذا، الا عباره يا جماعه الخير عن منطقه سكنيه واضح الموجودين فيها كلهم من جنسيتي. المهم واروح للمكان اللي حدد لي بالضبط واطق الباب عليهم، الا يفتح لي واحد الباب قال لي تفضل وش بغيت؟ قلت له ابغى رايد. قال رايد جوا. قلت يا ولد انا في حلم ولا في علم ولا شو السالفه؟ وادخل يا جماعه الخير لين جوا وناظر الا والله هو رايد، وناظر فيه زين. قلت يا ولد انت رايد؟ قال لي انا رايد وش فيك يا علي ما عرفتني؟ يقول علي انا بديت احس اني انا في حاله غير طبيعيه.
وحسيت ان السيناريو هذا اللي قاعد اشوفه انا كله شكله سيناريو في احد الاحلام. قلت لا مستحيل، رايد ميت وناظر يمين الا في مغسله، واخذ يا جماعه الخير المويه واصير اغسل واخبط في وجهي واصير اصفق وجهي، ماني متخيل. اللي يجيني رايد قال لي علي ايش فيك؟ وبعدين الحمد لله على السلامه، وش صار عليك انت شلون رجعت؟ قلت له يا اخي تكفى احلف انك انت رايد خويي. قال والله العظيم اني رايد خويك، وش فيك ترك جننتني؟ قلت له لا والله انت اللي جننتني، انت اللي وجعت قلبي وخليتني ابكي عليك، شلون انت حي؟ قال ليه وش صاير؟ قلت له انت اللي وش صاير، حلمني وش صار معك بالضبط. تدري يا رايد اني رحت للمستشفى وحصلت جثتك محترقة وحصلت سيارتك كلها رايحة تالف. قال لي اسألك بالله شفت هذا كله؟ قلت له بحلال رايد بسألك، انت مستأجر سيارة من المكتب الفلاني الفلاني؟ قال لي مستأجر سيارة من هناك. يقول علي انا بديت اضيع، قلت انا الحين في حلم وقاعد اقابل الموتى في هذا الحلم ولا شو السالفة؟ قلت له رايد علمني سالفتك وش صار لك. قال لي انت متأكد شفت السيارة راحت تالف؟ قلت له ايه. قال لي طيب تعال طلعنا شوية ابغاك برا. قلت بس اذا طلعنا برا الان شكله بنتي الحلم وبقوم الان من على السرير. اللي يقول لي رايد يا جماعة خير اسمع يا علي، انا صدق كنت مستأجر سيارة، ولكن شفت اليوم اللي طلعت منه انت فيه وسويت تشيك اوت؟ قلت له ايه. قال لي انا طلعت من الفندق كنت مع كمال في ذيك الايام. قلت له طيب وش سويت بعدها علمني. قال بعدها الله يسلمك رحنا لاحد الاماكن عشان نشرب المواد المسكرة. قلت ايوه وش صار معك بعدها؟ قال المهم استخدمنا المواد المسكرة هذه لين فقدنا عقلنا انا وكمال. قلت ايوه وش بعد؟ قال بعدها كمال تطاق مع واحد وكلنا كلنا خارجين التغطية. يقول فقمت فخدت احد القزازات المشروبات اللي موجودة عندي فكسرتها وحولتها الى آلة حادة وطعنت احد الناس الموجودين هناك. قلت له وش السالفة؟ وش يربط الموضوع هذا مع الموضوع هذا؟ قال بعلمك وش صار. قال شفت الشخص اللي طعنته؟ كان معاه ثلاثة من الأشخاص اللي معاه، قاموا الله يسلمك وطقونا وسرقوا كل أغراضنا وكل جوالاتنا وسرقوا السيارة اللي كنت مستأجرها. يقول علي أول ما قال لي الكلام هذا ارتحت وإيقنت إيقان تام إن الشخص اللي مات هو الشخص اللي سرق سيارة رايد، وصار ما هو رايد الشخص المحترق. قلت له رايد طيب الحين إيش تبغانا نسوي؟ قال والله ما أدري وش أسوي، الحكومة الآن تبغى تقبض علي بسبب إني طعنت الشخص ذاك، يبغون يحسبوني عليه. تسمع امش معي الان واطلب يا جماعه الخير تاكسي واخذ الفندق حقي، واول ما اوصل الفندق وافتح يا جماعه الخير جوجل وابحث عن رقم السفاره المخصص لدولتنا وصدق ويطلع لي يا جماعه الخير واتصل عليهم. السلام عليكم انا شخص من الجنسيه الفلانيه هذه موجود الان في احد الفنادق واحنا الان طايحين في مشكله انا وخوي. اللي يرد عليه الرجال ويقول لي ارسلنا موقعك الان ولا تتحرك وخلك في الفندق 20 دقيقه راح توصلك سياره وابغاك تركب معها والرجال راح يتصرف كل شيء. قلت له انا في انتظاركم. وصدق يا جماعه الخير ما مرت الا 20 دقيقه حتى ما سويت تشيك اوت ولا سويت اي شيء، حطيت البطاقه وحطيت كل شيء عند الباب وطلعت وخليتهم واركب يا جماعه الخير. جتنا سياره سوداء مظلله بالكامل واركب معايا يا جماعه الخير. اللي يسالنا الرجال اللي قدام قالوا ايش سويتوا؟ قلت له ان خويي طعن شخص ونحاش. قال الشخص من نفس الدوله هذه؟ اللي خويي رايد يقول ايه. قال خلاص لا تشيلون هم وانتم تراكم في امان اموركم زينه، الان راح نطلع مسافه 6 ساعات وباذن الله راح ندخلكم للدوله الثانيه، واول ما تدخلون للدوله الثانيه هناك في ناس راح يتصرفون معكم. صدق يا جماعة الخير ما مرت إلا 6 ساعات إلا إحنا في الدولة الثانية، وقبل هذا كله كنا نمر على التفاتيش والأمور والنقاط الأمنية وكانوا يمشونا لأن السيارة كانت سيارة دبلوماسية، لين وصلنا يا جماعة الخير للدولة الثانية أو حدودها وينزلوننا ويركبوننا مع واحد ثاني. إلا الواحد الثاني هذا قال عطوني معلوماتكم كاملة، وصدق يا جماعة الخير عطيناهم كل المعلومات. قال طيب أول ما توصلون المطار راح تكون جوازاتكم داخل المطار ونحجزت لكم رحلة من الدولة اللي الآن أنتم فيها لدولتكم. قلت له متأكد أنت بالكلام قاعد تقوله؟ قال لي انا متاكد ولا تشيل هم. صدق يا جماعه خير رحنا المطار اللي استقبلنا رجال رايد تفضل هذا جوازك، علي تفضل هذا جوازك، وناخذ يا جماعه الخير الجوازين ونركب للطياره وننزل على الدوله حقتنا. وفي لحظه نزولنا الا نظرت في رايد قلت له رايد انا ما سالتك ليه ما اتصلت على امك ولا ارسلت لها اي شيء؟ قال لي والله يا علي حاولت اني اتصل على امي ولكن ما كانت ترد علي، وراسلتها في حساباتها حقت السوشيال ميديا لان امي عندها حساب في احد المنصات وتتابع فيه الاشياء المخصصه للنساء ولا ردت علي نهائيا. قلت مالي الا ارسل عمي اخليه يكلم امي ويعلمها بكل شيء، وهذا اللي صار. ولكن يا رايد اني طالبك تكفى، تراك خليتني اجرب اخطر صفرة مرت علي في حياتي. تكفى يا رايد اني طالبك انك تتوب من الاشياء اللي تسويها. الا رايد يا جماعة خير ناظر فيني قال لي علي بعد الشيء اللي شفته واللي صار لي واللي قلت لي ان في شخص مات واحترقت جثته بالكامل، عرفت ان هذه كلها رسالة من ربي انه يخليني اتوب واكتب لي فيها عمر جديد. قلت له والله يا رايد تكفى اني طالبك.
المهم يا جماعة الخير واخذ رايد واروح اوصل البيت امه، وفراحة امه يا جماعة الخير برجوع رايد ولدها، وارجع للبيت وابلغ ابوي باللي صار كله. قال لي ابوي اسمع يا علي، الشيء اللي سويته هذا يستاهل مكافأة، تفضل هذا مبلغ روح سافر فيه وخذ لك اجازة فيها طويلة وبعدها ارجع. ولا هنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم. اتمنى والله العظيم اني وفقت في روايتي لهذه القصة، صدق القصة هذه قاعدة تبين اشياء كثيرة مرة، وقاعدة تبين المثل المعروف ان ما تعرف خويك الا في السفر. والقصة هذه تذكرنا ان القصص تحكينا اشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل.